صباح الخير لكم مشاهدينا، تحية طيبة بعد هالفرصة الطويلة اللي سائبت السنة. كتار منكم اليوم رجعوا على أشغالكم، نحن كمان رجعنا لكم ببرنامج صباح لبنان. إن شاء الله تكونوا مضيتوا هالعيد وهالفرصة مع الأشخاص اللي أنتم بتحبون، مش مع أشخاص هيك كرمال الواجبات بنضطر أنه نقضي وقت معهم. إن شاء الله تكون العيلة لكل الأشخاص اللي كانوا مسافرين اجتمعت عن جديد خلال العيد، وإن شاء الله كمان مع قيامة المسيح نبدأ عهد جديد، عهد فعلا نتمنى انكم تعيشوا بفرح، تعيشوا بسلام، واهم شيء التسامح. طبعا بدي اقول انه اليوم فقراتنا مثل العاده مثل ما بتتابعوها بصباح لبنان عديده، ان كانت فقرات حواريه او فقرات بتتابعوها معنا، رح نعرف كل تفاصيلها مع زميله بيا، اللي بالبدايه بدي اقول لك المسيح قام. بيا ينعاد عليك والله يخلي لك عائلتك وابنك كمان، وان شاء الله دائما بنشوفك بالنجاح اللي عم بتقدميه. مرسي عليك رنا، المسيح قام حقا قام، ينعاد على الجميع. هيك بركي بهالتجدد يلي عم نعيشه بحياتنا اليوميه، بنكون دفننا كل الامور البشعه بحياتنا حتى فعلا تكون القيامه قيامه النفس والجسد معا. نحن وياكم مشاهدينا رح نكون هلا بالبدايه رح اعطيكم فكره مختصره عن شو في معنا فقرات لليوم. البدايه رح تكون مثل العاده مع مارسيلينو جبراي للفقره الرياضيه، من بعدها بنروح لاولى فقراتنا الحواريه، وضيوفي رح يكونوا جمال حجازي رئيس اتحاد لعبه البيتانك، وزخيا فرحات نائب رئيس الاتحاد، حتى نحكي بالتفصيل عن هاللعبه وقد هي كمان ممكن تكون لعبه شعبيه عم بتضاهي كمان لعبه الفوتبول. نحن وياكيد بفرنسا. نحن وياكم رح نرجع نروح لفقره خاصه وفقره اجنده، ضيفنا خلال الفنان التشكيلي الكابتن الطيار عبد المولى عويني، حتى نحكي عن معرض له رح يصير بجاليري اكزود. وايضا ضيوفنا لليوم الاب جوزيف أبيعون، النائب العام للرهبانية المارونية ورئيس دير سيدة الويزي ذوق مصبح، تنتناول موضوع عيد الفصح وأسبوع الألامة اللي بيسبق هيدا العيد تحديدا، ونهار تنين البعوث، حتى نحكي بالتفصيل نحن وياه عن هالمراحل كلها. وأكيد من الفقرات الثابتة بصبحيتنا صرتوا معودين دايما مع مايا نحول بفقرة نيوتريشن يلي بتطلع علينا حتى تطلعنا على كل جديد بيتعلق بعالم التغذية، تنحافظ على رشاقتنا وصحتنا بنفس الوقت. وأكيد نحن وياكم هلا رح نكون تنقلع بصبحيتنا ويكون نهارنا مليء بالنشاط والحيوية مع مارسيلينو جبرايل وفقرة فتنس. صباح الخير عن جديد لكل اللي انضموا لنا بهالوقت. بدي اذكر الكل اذا حابين تتابعونا فيكم تتابعونا على صباح لبنان على تويتر وعلى الانستغرام، واكيد على صفحتنا الخاصه على الفيسبوك www.liban.com.lb. نحن وياكم رح نكون هلا بالبدايه مع اولى فقراتنا الحواريه، وضيوفي بهيدي الفقره جمال حجازي رئيس اتحاد لعبه البيتانك، وزخيا فرحات نائب الرئيس، حتى نحكي عن هاللعبه تحديدا وعن الاتحاد امتين تاسس ولا بيتانك اوليبا. اهلا وسهلا فيكم. اهلا فيكم. يعني بالبدايه رح ابدا معك استاذ جمال حجازي رئيس اتحاد لعبه البيتانك، هاللعبه تحديدا تعريف مختصر عنها، شو هي هاللعبه وامتين تاسست؟ اوكي، قبل كل شيء بنتشكرك مدام بيا. يا اهلا وشكرا لتلفزيون لبنان انه اليوم استضافونا لنحكي بهاللعبه. جو بروفيت اوسي دو لوكازيون بور سويتي بون فيت دو باك ا تو لي تيليسبيكتاتور. اكيد نحن كمان بنعيد الكل وبنعيدك كمان، المسيح قام حقا قام. ثانك يو. يا هلا. اوكي، هي لعبه البيتانك هي لعبه تاسست بفرنسا بال 1903، بلد ضيعه صغيره حد مارسيليا اسمها لاسيوتا، ومن وقتها يعني تطورت. بلشت اول شيء كان يلعبوها بطابات خشب وعليها سيكلوتي يعني عليها مسامير، تطورت لوصلت لليوم يعني صار يلعبوها بهيدي سي اناسيي. اوكي، اناسيي انوكسيدابل. وطبعا
وهيدا البوشون يعني بيلعبوا هودي مع بعض. وكل لعيب عنده تائم طبعا ثلاث طابات اوكي، وبتلعب على ملاعب يعني بورا سو دي تير باتو ارض بور ارض بور. القانون اللي لها يعني السيركل يعني بتلعب على ملاعب 13 متر عرض 4 امتار. هلا اللي معه البوشون اللي اسمها الكوشوني بيعمل السيرك وبيزتها بده يوقف هو بقلب الدائره بقلب السيركل. لا. مش لازم كمان يعني يدعس على الزيح. وبتنكب من 6 امتار مينيموم و10 امتار ماكسيموم. والهدف انه اكثر شيء بنجرب هلا وفي يعني بده يجرب يصيب الهدف يجرب يقرب على الصغيره. نعم يقرب على الصغيره من خلال الطابه اللي بده هي الطابه اللي هي واليا دو كاتيجوري دو جوار بيسموه لو بوينتور يعني اللي بيجرب قد ما في يقرب عليها. واذا كانت يعني قريب كتير ومش قادر يعني اللاعب الخصم بده يوصل عليها بيضطر التيرور يجي ايما ليفتح مجال تقرب. اوكي وهلا كل بولي يعني بتكون قريبه على البوشون بتنعد نقط بتلتعب هي ل 13. نعم طيب وكل لاعب مفروض يكون معه ثلاث طابات مثل ما بعرف حسب. هلا في عندك يعني تروا كاتيجوري دو جو. نعم. عندك الانديفيديوال يعني ثلاث طابات ضد ثلاث طابات يعني لاعب ضد لاعب او دي دوبلات ثلاثه كمان ضد ثلاثه بس بيجي لاعبين بلاعبين او هي اجمالا اكثر شيء بيلعبوها تريبلات يعني ثلاث لعيبه ضد ثلاثة بس كل واحد معه طابتين. خلينا نشوف الصور ونعلق عليهم هيك بنشوف الامور بطريقه اوضح. تفضل استاذ. اوكي هيدي انا كنت غايب كان عندنا دوره بتونس بس راحوا الشباب شاركوا فيها بالعباسيه. نعم وهيدي بوجود وزير الشباب والرياضه كان كمان موجود سيتي لوي لو بارين وشاركوا فيها الشباب يعني كم فريق هون كمان البابا اوكي نعم بشاركوا هاي صوره للباب جون بول دو. نعم. كمان هاوي لاعب بيتانك حبينا نمرقها لنقول انه لعبه البيتانك عالميه دوليه. نعم. ونحن بلبنان جديده مبدئيا عندنا. هودي الصور من مهرجان العباسيه اللي صار من شهر برعايه وزير الشباب والرياضه الاستاذ محمد فناش. صار في منافسه بين الفرق طبعا 32 فريق هون نافسوا وافتتح اللعبه معالي الوزير. هو في عاده عندنا مثل ثقافه عندنا الراعي الحفل هو بكب البوشون اول شيء يلي بده ينلعب عليها وبكب اول بوله. نعم وهيك تفتتح الدوره وهيك عمل معالي الوزير وفي مطرح شرحناه له أكثر عن اللعبة واستحوذت اهتمام عنده كبير. شاف هالجمع الكبير بهالنهار هيدا وهالجمع مخلوط. نعم. من صغار لكبار بالعمر مع شباب مع صبايا مع ستات في عيال بيلعبوا. نعم. هل في فئة عمرية للعبة البيتانك في عمر محدد؟ هاي أهمية اللعبة إنه ما بتحددها ولا أي فئة عمرية. بتبلش مع العمر 8 سنين لفوق 80 سنة. نعم. بتلاقي بالملعب حتى بالمنافسات بتلاقي في فريق مؤلف من شاب زغطور وست مدام وزلم كبير. نعم. عم بينافسوا فريق شباب فريق صغار فريق كبار. ما فيها بدها تركيز صحي ما فيها أفونتاج حدا على حدا. يعني شاب على بنت لأنه هيدي ما عندها مجهود جسدي اللعبة ما بدها كتير مجهود جسدي. هي كل اللي بتتطلبه شوية تركيز وهدوء أعصاب وفيها استراتيجية بتتركب للعبة. على كل حال الاتحاد ولد ب 22 كانون الأول 2016 يعني جديد الاتحاد. صحيح. خلينا نبدأ معك بريزيدان هيك بالأول. شو أهداف هالاتحاد لوين بدكم توصلوا؟ والله نحن هلا يعني قبل ما يصير عنا اتحاد كنا نمارسها هاللعبة يعني نختلط بين الجنوب وجبل لبنان سن الفيل بيت شباب بكفاية نلعبها هاللعبة بس الاتا أماتور. واجتنا الفكره انه نعمل اتحاد يعني الفضل النائب رئيس دوري شمعوني هو رئيس الفخر للاتحاد طلب مننا انه نعمل اتحاد وصلنا 10 سنين عم نشتغل فيها. والحمد لله صار عندنا اتحاد وعندنا صار 11 نادي مسجلين
وبعد في 3-4 نوادي على مختلف المناطق اللبنانية. إيه 100% من الجنوب يعني عنا زريرية، العباسية، قانا يعني من قانا، وطبعا بيروت، بول دو بيروت، سن الفيل، بيت شباب، بكفاية، عنتورة، وساتليتي. ساتليتي عندهم 2 نوادي هناك مسجلين. وهلا أحد الماضي نحن كنا بضيعة بالجنوب بيت يحون كمان، يعني عم بيجهزوا حالهم انه يعملوا اتحاد. عملنا دورة كان في 24 فريق شاركوا فيها، والحمد لله ان شاء الله على التطور ان شاء الله. هيك بركة هاللعبة كمان بتشجع الشباب الصغار بدل ما يقعدوا كل نهار على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الانترنت يضيعوا وقتهم بأمور يمكن هلأ هي مفيدة ببعض النواحي ولكن مضرة من ناحية أخرى. هيك بركة بيحركوا حالهم وبنفس الوقت بيفيدوا الاتحاد وبيشجعوا رياضة البيتانك بلبنان. رح نشوف فيديو سوا احنا وياكم ونرجع من تاني. أيوة أوكي. يعني تحمسنا على اللعبة من هلأ فعلا اللعبة بتحمس، وبنفس الوقت الواحد لما يروح يقضي نهار معكم حتى يلعب هاللعبة كل شيء مأمن رح يكون مزبوط. يعني نهار طويل من 9-6 والفرق بتكون منظمة ومقسمة، ما في فئة عمرية تلعب ضد فئة عمرية من نفس العمر، لا يمكن الصغار في كمان ينافسوا الأشخاص بعمر كبير، ما ضروري يكونوا من نفس العمر كله. صحيح 100%. هي الجورنيه بتصير من الصبح من الساعة 9 تقريبا بتبلش، تنتهي مبدئيا على 6 حسب اعداد الفرق اللي عم بتشارك. مينيموم بيشارك 32 فريق مؤلف كل فريق من 3 لعيبه لنوصل لل 42 فريق. هيك عاده جورني حسب شو بيكون في عنا مغتربين من برا لعيبه كمان متواجدين بلبنان. هاي الجورني بتبلش 9 الصبح، بتبلش بالتصفيات من الصبح لنوصل للكاردو فينال، دومي فينال، فينال عشيه. وعشية طبعا بيصير في جمهور كبير لها لأنه دايما الفينالات بتكون حماسية، وبيصير في من بعدها توزيع جوائز، هي الكؤوس والمداية اللي عادة بتتوزع. هلا هيدول الايفنتس اللي كنا نعملهم هاو كانوا ينعملوا اذا بدك صار لنا اكثر من 20 سنه بنعمل بننظم هاي الدورات الصيفيه، كانت تصير بس بالصيف، بس كانت تصير بكل لبنان من جنوب للشمال مثل ما حكي هلأ رئيسنا بهالموضوع. وهي اللعبة بيلعبوها ما بعرف إذا مرق شفته فيها الإكيبات بتكون مخلوطة شباب وبنات صغار وكبار بينافسوا بعضهم مش بفئات عمرية شباب لحال بنات لحال كبار سينيور إلى آخر، لأ بيلعبوها عم ترافق بصور عم تمرق على الشاشة هيك تنعرف أكتر عن لعبة البيتانك شو هي. بريزيدان شاركته ب 8 بطولات دولية، وحتى كانت المشاركة للبنان لما رجع أحرز اللقب 16 الدور 16 يعني بهيدي الطريقة ضمن يمكن 58 دولة أو 58 منتخب كان عم بيشارك بمدغشقر تحديدا، يرجع لبنان بلقب 16 هيدا إنجاز كتير كبير. عفوا 16 هيدي كان بال 2008 بدكر بالسنغال، بس مدغشقر وصلنا للربع النهائي كمان. يعني هذا بالنسبة إلي إنجاز كبير، يعني هون دي زاماتور أنكور بعده منتشي على الاتحاد، وصلنا مشاركين يعني عدة دورات، وكل سنة عم نروح على تركيا أنطاليا كمان منشارك. يعني وكل مرة صلنا 4-5 مرات ربحانين، لبنان ربح الكأس بتركيا. حتى مام يعني الاكيب ميكست يعني 2 نسوان ورجال كمان ربحناها كمان بتركيا، يعني عم نعمل إنجاز عن جد كتير كتير ممتاز. وإن شاء الله هلأ عم نجهز كمان جيل جديد، يعني الشباب يعني سوران لي جوور دافونير حتى يصيروا لاعبي المستقبل. على كل حال يمكن هيدي اللعبه كمان هي شعبيا تحتل المرتبه الثانيه بفرنسا بعد الفوتبول، فبركه هيك كمان بلبنان تحتل المرتبه الاولى ان شاء الله. حتى هيك يتحمسوا هالشباب اكثر واكثر. يعني من شوي تفضل بريزيدان. باردون عفوا. دابري لي ستاتستيك يعني هي لا بيتانك لي كونتي بارمي لي سبور لي توب بارمي لي توب 10، يعني بعد الفوتبول باسكتبول والفوليبول ناتاسيون اي تو سا الفا بارتي يعني دي توب 10. يعني وفقا الاحصاءات بتحتل لعبه البيتانك المرتبه العاشرة بعد السباحه وبعد الفوتبول وبعد رياضات كثيره مشهوره بالعالم. يمكن الاهداف ذكرناها من شويه الاتحاد لتحقيق هالاهداف، شو المطلوب؟
والله المطلوب يعني مثل ما تفضلت هلا يعني انه هالشباب اكثر شيء نجهز يعني الشباب لجيل جديد. نعم. يعني نو اون كومونس كمان ابران دو لاج، نحن فتحنا الطريق. نعم. يعني اون تي جوور وعملنا اتحاد وعم نجهز هالشباب اي كومون دي يعني لا جونيس لافونير. وفي شغله كمان كثير 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 مهمه وانا شجعتني يعني نوصل لنعمل اتحاد، انه عندنا فكره بلبنان انه اللبناني ما بيتفق. يعني دا بريسكون فوا با لي بوليتيسيان سي كي تو تافي كونترير. ونحن بالبيتانك يعني صرنا 20 سنه اللي بيعرف خيي زاكيا طبعا وسيرج والبير وحنا طول الموند كي سانسوي، انه هاللعبه يعني ما فيها طائفيه ما فيها سياسي، ونحن عم نجمع حالنا نحن بلبنان سي ان اكزامبل ا سويفر بور طول الموند. يعني رح اختصر هيك باختصار اللي ذكرته، انت كنت عم بتقول من شوي انه انتم بداتوا بهيدي اللعبه، يعني انتم كنتوا لاعبين وانتم اسستوا هالاتحاد حتى تشجعوا غيركم حتى يلعبوا هاللعبه، لانه بتامنوا انه الشباب هن مستقبل هيدي اللعبه. فيعني قد ما بتقدروا عم بتجربوا تتركوا الامور السياسيه على جنب وتخلوا الرياضه للرياضه بس. 100% صح. نحن اذا بتسمحي هون نحن بلشت هيدي اللعبه من اكثر من 20 سنه، كانت على صعيد فردي هيك مجموعات بهالمناطق تلعبها، وكبرناها نحن بهال الايفنتس اللي كنا نعملهم. نعم. وهيدا اخذ استحواذ من النوادي تبعولنا من البلديات، دعمونا. بلشنا مثلا بالستاليتي، الجمعية المالكة بالستاليتي والنادي دعمت هيدي اللعبة. نعم. وبلدية سن الفيل دعمت هاي اللعبة، بلدية طبيعي لأنه قرار الاتحاد هو بسن الفيل. بسن الفيل قدمته، قدمه رئيس البلدية أستاذ نبيل كحالي، تحية لإله، تحية لإله صحيح. هو قدم لنا مقر الاتحاد وملاعب الاتحاد الرسمية هن بسن الفيل. هلا بالنسبة للأهداف وتحقيق الأهداف، في شيء بتحب تضيفه؟ إيه إذا ممكن. هي فضل. الأهداف تبعيتنا نحن أهم هدف هو أنه نفوت فيها على المدارس. لأنه هيدي هدفنا نحن نربي إلى أجيال جديدة، مثل ما حكينا هلأ أنه هيدي لعبة شعبية ولعبة عائلية. وسهلة، كل بلد كل مدينة كل بلدة بتقدر تعمل هالملعب وتنشئ عليه ملاعب. وهيدي لنحقق هيدي الأهداف بدنا دعم أكيد من وزارة الشباب والرياضة، وبدنا دعم من وزارة التربية لنقدر نفوت على المدارس. ونحن عندنا هدف كبير هو استضافة الدورات البطولات الدولية تكون بلبنان إن شاء الله. إن شاء الله. هيدا هدف، وهيدا كمان بده دعم، دعم من الدولة اللبنانية، بده دعم كبير. هلا الأذان صاغي إن شاء الله، فكل اللي عم بيسمعونا وهون له دور صحيح 100%. والأهم من هاو كلهم هو الدعم الإعلامي، لأنه هاي اللعبة مثل ما تفضلتي حضرتك بالمقدمة تبعيتك، اللعبة المغمورة يعني بعدها مغمورة بلبنان على الصعيد الشعبي. وهون يا ريت الإعلام بيقدر يساعدنا، وهي انطلاقة حلوة من تلفزيون لبنان. هيدا مشكور، هيدا واجبنا. يا هلا فيكم، شكرا. يا هلا يا هلا، شكرا لك استاذ جمال حجازي رئيس اتحاد لعبة البيتانك، وزخيا فرحات نائب رئيس الاتحاد. بدي اتمنى لكم التوفيق بمهمتكم على الارض، ويعطيكم العافية وشكرا لوجودكم. بس جو فيو كونكلور سي سي بوسيبل. تفضل، تحب تختصر؟ انا بالكل شيء بدنا نتشكر يعني في كم شخص يعني كثير ساعدونا لنعمل الاتحاد. اولا رئيسنا الشرف هو النائب دوري شمعون. نعم اكيد، بنقدم له التحيه ونتشكره على كل شيء. كمان شخص ثاني المدير العام شباب رياضه الاستاذ زاد خيامي، والمدير استاذ محمد عويدات. نعم. وفي شخص كمان حابين نتشكره اللي هو رجل اعمال بافريقيا الاستاذ حسين صايغ. حسين صايغ وعدنا لعملوا لنا تكريم ببلديه كانا. نتشكر كمان الاستاذ محمد عطيه رئيس بلدية كانا، والأستاذ حسين وعدنا وبلشنا فيه بده يعملنا ملعب، ومثل ما قلت وسور يعني أكيد
يعني ما في منه بالعالم. ان شاء الله بتتحقق كل امنياتكم وبتصير الامور وهاللعبه مثل ما انتم بدكم، بتحتل المراكز الاولى. ايه تفضل لضيق الوقت، تفضل لضيق الوقت. نحن بدنا نعطي موعد الجمهور عم بيسمعنا هلا ب 30 الشهر على ملاعب سن الفيل، اول دوره اتحاديه رح تصير للبيتانك. بقى بندعي كل الناس، بندعي الاعلام، ندعيكم كتلفزيون لبنان، نتمنى عليكم يا ريت تقدروا تغطوا هيدا النهار الحلو ب 30 الشهر. موفقين ويا هلا فيكم، شكرا لوجودكم. ميرسي بوكو. ينفادوا مشاهدينا مثل العاده بصباح لبنان منتابع عده نشاطات، واليوم رح نكون مع تقرير بخبرنا عن تكريم الفنان الراحل الكاريكاتوري ستافرو جبرا ضمن فعاليات المعرض المسيحي 15، طبعا كان بحضور اعلامي واجتماعي، كما تم عرض خلال التكريم ابرز اعمال ستافرو، كما ايضا عرضوا رسوماته بصالات المعرض. رح نشوف كل التفاصيل بهذا التقرير. نحن من الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة اليوم بنقدم تحية محبة وتقدير لأستاذنا الكبير ستافرو جبرا. فينا نقول هو من أهم رواد حركة الكاريكاتير بلبنان، هو من المصورين اللي عطي من لمسته الفنية للصورة من كل الجوانب الفنية، إذا بدنا نقول بالمعنى الكلمة للصورة. أنا بدي أقولكم أنه ستافرو جبرا كان عمود من أعمدة المعرض، كان عطول يشارك لدرجة أنه وقت كنت أطلب منه صورة كان يجي يجيبها هو، بدي أشوف كيف بدها تتعلق وكيف بدها تترتب. فإذا ستافرو كان مشارك معنا، بس مش كان في الماضي ناقص، سيبقى لأنه الفنان ما بيموت. من ستافرو تعلمت كيف الخبر بينشاف بطريقة مختلفة وقت يكون فيه نقد. علمني كمان، بدي أقول شخصين علموني روح المسؤولية بمجال الدبور، الوالد الله يرحمه وستافرو، كيف نحن مسؤولين عن كل كلمة بنكتبها، عن كل رسمة بنرسمها، كل طبعة بتطلع من الدبور مسؤولية كبيرة. في أيام كتير قليلة بيعرفوها، ستافرو كتب الدبور بإيده من جلد لجلد، كتبهم كتيبة كتيبة، ما كان في شخص اللي بيجي بيصف الأحرف يكتب، بس يطلع ينتقل من ميلة ميلة، وقت ما يجي الشخص يخده على كان وقتها من تين ميلة الحمراء يحمله ستافرو ويروح. إنسان من هالنوع قليل تلاقي، يعني عنده هالشغف. يعني إذا بدي أقول ضخ ستافرو بشغلة واحدة بقول ستافرو سيتان باسيوني. بس نقول إيطاليا نذكر دافينشي، نذكر النمسا ألمانيا، نقول بيتهوفن، بس نقول لبنان أكيد رح نقول ستافرو جبرا. من 3 سنين شرفتني الحكومة الأمريكية بدعوة لزيارة أمريكا لمدة تقريبا شهر. كان لنا لقاء من بعد لقائنا بالكونغرس، لقاء كبير لكل ممثلي الدول، وأنا كنت عن لبنان، وكانوا كل فنانين العالم، كبار فنانين العالم موجودين. كمان قلبي صار هالقد بس عرفوني لبناني قالوا لي انت من بلد ستافرو، العالم كله بيعرف ستافرو جبرا. مش مصدقين بعد لهلا انه فل، ونحن منحبه كتير، وفنان ما اجا مثله ولا رح يجي مثله. علمنا شغلة انه دايما بس نجي لعنده نكون عم نبتسم، عند ستافرو ممنوع نكون عم نبكي او زعلانين او شيء، دايما اطول بقلنا مش هيك، كل لازم نكون عم نضحك ونحن عم نفكر فيه، وهيدي الشغلة ما بتروح من راسنا. ستافرو كان مثل مع اولاد صغار يتعامل مثل مع الكبار، كان يعطي وقت لكل شيء، وكان يعلم كل شيء للصغير والكبير، يعني كل شيء اشياء بحب هو يعملها كان يقدر يعلمها ويوصلها لاحفاده.
بنشكره على كل شيء لستافرو وما رح ننسى ابدا ورح يضل بفكرنا. تقولي شيء لجدو؟ جتام جدو جتام بوكو بوكو. بدي اقول مرسي لبير خضرا يلي فكر حتى نحن وبالعزا فكر انه يعمل له تكريم وطلب مني اذا هالشي في يعمله. قلت له اكيد يعني حدا بده يكرم البابا بقول لا اكيد بحب كان البابا يتكرم قبل ما يتوفى. هلا حصل على كتير تكريمات بس كمان بنبسط قبل وبعد يعني قبل كمان كنا ننبسط بكل تكريم مرق فيه ونعمل له وهلا كمان هيك تيضل عايش معنا ويضل عم نحس فيه كلنا. هو عايش معي اكيد وبعد لهلا تقلك صراحه مش حاسه انه تركني. عودة لكم مشاهدينا متابعين باقي فقراتنا وهلا رح ننتقل الى فقره اجندا والفن التشكيلي. بيصيرنا نستقبل معنا باستوديو اليوم الكابتن عبد المولى العويني فنان تشكيلي. اهلا وسهلا فيك استاذ عبد المولى. حضرتك موجود معنا لنحكي اكثر عن معرضك الجديد اللي هو المعرض رقم 8 للرسم التشكيلي وبيحمل عنوان بولس او نبض. خبرنا اكثر عن هذا المعرض. بالسز نبضات. خبرنا اكثر عن هذا المعرض بالتحديد اللي هو المعرض رقم 8 للرسم وليه نقيت هذا العنوان بالتحديد كمان؟ العنوان هذا اسمحي لي بالاول نوه على جاليري اكزود صح محل ما عم ينعرض حاليا الرسومات موجوده. المعرض تبعي ايه هدول القيمين عليه جماعه كثير عندهم اخلاق حلوه وأذكياء وشاطرين وأنا حبيتهم كتير وعملوا كل جهد إنه يوصلوا الإنسان بيوصلوا الفنان لمراحل حلوة. نعم. بيهتموا كتير بالشخص وبيهتموا كتير بفنه. أنا بدي أتشكرهم كتير وأنا بتمنى لهم التوفيق والنجاح على طول. نعم. ليه سميته إكزود؟ ليه سميته بالسز نبضات؟ الحقيقة لما بدي سميهم أنا بدي شوفهم أعرضهم بالأول. نعم. وحطيت كم لوحة قدام مني لحتى استوحي منهم اسم معين. لقيت فيهم حياة فيهم شوية نبض فيهم صاروا يتفاعلوا معي وتفاعل معهم وهني قالوا لي سمينا نبضات مثل ما قالوا لي عملت. يعني لهالمرحلة بيصل الفنان بيصير فعلا كثير مترابط هو ولوحاته هو وأعماله يعني هن جزء منك قطعة منك هاللوحات بيحكوا معه بنحكي معهم بيحكوا نعم. معنا وفي لنا نفحات موسيقية نعم بحس فيهم حياة لوحاتي فيهم حياة بيحكي معهم بيحكوني. لما رسم يعني اللي عم نحكي عن نبضات مجموعة من اللوحات ولكن هالمجموعة شو بتعكس؟ هل بتعكس الطبيعة؟ هلا بعد شو على كل حال رح نترافق مع بعض الصور. هل بتعكس الطبيعة؟ بتعكس الحياة؟ بتعكس أشخاص بورتريات؟ يعني هن هاللوحات عبارة عن شو؟ كل الأعمال الفنية بتستوحي العمل تبعها من الطبيعة. نعم. الطبيعة هي المصدر الأساسي للألوان والشغل الحلو. ببلش الإنسان الواحد يرسم الطبيعة مثل ما هي مثل ما بيشوفها. هلأ اتطور الموضوع هذا صرنا نحن نرسم الطبيعة على طريقتنا نحن. يعني أنا ما بقى بتطلع حتى بالطبيعة لحتى أرسمها صرت أنا استوحيها من عندي أنا وبألفها وبعمل لوحات على هالأساس هذا. نعم. شو بتخيل أنا شو بشوف لكن كل هذا مؤسس أساسه من الطبيعة. الطبيعة مصدر الألوان مصدر الجمال وهي حقيقة كل شيء بيكون من الطبيعة. نعم. شغل الرسم أساسه الطبيعة. الألوان اللي استعملتها بهيدو اللوحات هل اعتمدت ألوان معينة ولا لا تركت مثل ما بيقولوا لأحساسك كيف تحكيك اللوحة إنك والإحساس تتصم. هو الأساس طبعا والألوان هي الألوان اللي بستعملها أنا هي أكريليك. نعم. كنت بلش بالأول أنا اشتغلت بالزيت بعدين فهمت إنه الزيت
ريحته مضرة كتير. نعم. لما بيشتغل الواحد بمحل داخلي هالريحة بتأثر عليه صحيا. نعم. لصحة الإنسان مضرة هذه، تجنبتها وتركتها وصرت أرسم هلا على بالأكريليك. نعم. ومرتاح فيه وتعودت عليه، عم يعطيني نتيجة منيحة مثل الزيت تقريبا. نعم. مرتاح فيه، مبسوط فيه. ذكرنا أنه هذا المعرض هو المعرض رقم 8 خلال مسيرتك، من أمتى بلشت ترسم؟ أمتى حسيت أنه، لأنه أنت حضرتك كابتن طيران وبين هذه المهنة المتعبة والسفر كل الوقت، كيف لقيت موهبة الرسم عندك؟ كيف نميتها؟ كيف اشتغلت عليها؟ هذه الرسم، هذه موهبة تبلش من الصغر الإنسان مزروعة فيه. وهذه هوية بتكون من الصغر. لكن أنا ما صح لي مارسها كثير اثناء عملي بالطيران، لانه الطيران اخذ كل وقتي انا. نعم. لما تقاعدت لازم اعمل شيء، كنت حسيت انه انا صرت عايش بفراغ، لازم اعمل شيء حس انه انا انسان منتج. نعم. ومنتج يعني بعدني عايش، بعدني موجود، وبعد الي عازي. فكرت اني انا نمي هالهوية اللي عندي اياها هيدي، سافرت على نيويورك. نعم. ودخلت معهد وقعدت فيه حوالي 9 أشهر. هونيك تنورت، وهونيك تعلمت التقنيات، وهونيك عشت الجو الحلو، خلاني فوت بعالم جديد، تعلمت اشياء كتير تحت فيها واستفدت منها. ورجعت على لبنان وصرت ارسم. الرسم هو يعني بده كمان مجهود ليعمل الانسان نتيجه مقبوله، نتيجه حلوه، بده يشتغل على حاله. وهيك انا عملت وبلشت اشتغل، وبلشت كون انا اعمل اشياء كثير ترضيني بالاول، لحتى اطلع عليها للناس ويشوف الشغل. بده يكون شغل محترم لحتى الإنسان تتقبله. نعم. هذا بده مجهود، وبده شغل كتير، وبده حس لوني وذوق كمان. يعني شغل الذوق هيدي. ومش الحال، وتعودت، وأنا هلا كتير مرتاح ومبسوط، عم بنتج شيء، عم حس إنه أنا بس أعمل لوحة بفرح فيها، بتعطيني سعادة. نعم. بتعطيني قيمة. أنا منتج، أنا موجود. طبعاً كثير حلو هالجملة، أنا منتج يعني أنا موجود. أنا موجود. عم نشوف مجموعة من الصور، هدول اللوحات هن المعرض نبضات، من معرض نبضات. صحيح. خبرنا أكثر شوي عن هاللوحات، مثلاً هاللوحة اللي عم نشوفها هلأ. الحقيقة ما فيني أشرح كل لوحة شو بتعني، لأنه هذه اللوحة انعملت بوقت محدد، وانعملت بحس معين وبجو معين. وكل وحدة إلها جوها وإلها استقلاليتها، بس كلهم هني بيجمعون خط واحد، بيجمعون روح وحدة. يعني فيهم قصة بيحكوا عن قصة معينة، ولا بتترك للمشاهد؟ ما فيهم قصة، هذه مجموعة مشاعر وحاسيس بيعملها الإنسان بساعة معينة، بيقعد فيها هو ولوحته. شو بتوحي له، شو بيجي أفكار، شو بيجي وقت هو قاعد هيك من أشياء. مثلا لما رسمت هيدي اللوحة، كان في حزن، كان في فرح بإحساسك، كان في أمل، يعني شو شعرت شخصيا تقدرت ترسم هيدا؟ جرب دايما ارسم بفرح، ودايما ارسم بجو حلو، حط موسيقى وبسمعها وبعد برسم على صوت الموسيقى. نعم. وشو بيطلع معي بوقتها؟ طبعا مصدر الرسم والشغل اذا واحد منه مرتاح ومنه مبسوط ومحاسس بسعاده داخليه، اكيد ما بيقدر يعمل شيء يبين. كل لوحه بتبين احساس الداخلي تبع الانسان. نعم. وهيك نعمله كل لوحه بشكل من الاشكال هذه، وكل شكل مختلف عن الثاني، وكل لوحه لها جو مختلف عن الثاني. نعم. وبعدين كلهم مثل ما تفضلتي انت، انه هدول كلهم خط واحد ومنسجمين مع بعضهم. نعم.
نعم. خلال مهنتك ككابتن طيران طبعا سافرت عدة بلدان، تعرفت على حضارات عديدة، التقيت بأشخاص من عدة جنسيات، عدة ثقافات، باكجراوندز. صحيح. قديه ساهم هيدا الشيء بمساعدتك من خلال الرسم؟ يعني اليوم طبعا فتح لك أفق أكتر، يعني لما تقعد وتتخيل ممكن تتخيل طبيعة بأي مكان من العالم، ممكن تتخيل وجوه لعدة ناس من حول العالم. أنا كتير بشكرك على السؤال هذا، لأنه فعلا أثر كتير. نعم. على العمل الفني اللي أنا عم بمارسه هلأ. نعم. الطيران كان بالنسبة إلي كان له معنى آخر، لما أنا كنت طير من زمان على الطيارات اللي إلها مراوح. ما كنا نعلي كتير، ما كنا نرتفع كتير، كنا قراب بالأرض أكتر. كنت أطلع بالأرض أنا وأتمتع بجماليات اللي بشوفها بالألوان، شيء حلو كتير حس فيه أنا، أتفاعل معه. حتى الكوبايلوت يطلع تحت، إنه هذا شو عم يطلع تحت، شو في تحت لحتى عم يطلع كتير، منه عارف أنا شو عم بتطلع وشو حاسس، كيف عم بيري تفاعل مرتاح سعيد بالمنظر هذا. بعدين صرنا نطير طيارات النفاسة البوينغ والهذا، صرنا نعلي كتير، صرنا بعاد عن الأرض. كنت أحب كتير، كنت لو كنت عم أطير ضلني عم أطير على الواطي لحتى أتمتع بمناظر الحلوة. هيدي كلها مناظر، هيدي كونت عندي أنا أحاسيس حلوة وعطتني مشاعر حلوة، وكل هذا ببين صار بشغلي أنا. بس أقعد أرسم، أوقات برسم لوحة بقول أنا هيدي هالمنظر شايفه هذا، تاري هو مخزن بذاكرتك، مخزن بالذاكرة من غير قصد بيطلع هيك لحاله. كل هذا ساعدني كتير أنا علشان أعمل أشياء غير شكل مختلف. يعني كل مرة حتى في فنانين محترمين بهالبلد، كل ما يشوفوا لوحاتي بيقولوا كنا عم نشوف شيء من فوق. نعم، كأنه من عيون الكابتن. يعني من عيون الكابتن دائما يقولوا هذا كله وهذا شايفينه نحن من فوق. نعم، أنا كنت شايفه من فوق فعلاً. إيه، وأنا غصب عني يعني، ما بإرادتي هذه. لكن حال واضح قديش عندك كان شغف تأثير كبير كتير. كان تأثير كتير وشغفي أنا بالجماليات والرسم، هذا ساعد كتير كمان أني أنا أعمل شيء أقدر أفتخر فيه وأطلع فيه للناس وأعمل معارض ويحبوه الناس وعلقوا عليه. إن شاء الله تضل مستمر. كثير تعليقات، سمعت كثير تعليقات من فنانين محترمين، تعليقات إيجابية كثير وعطتني كثير زخم وعطتني سعادة وإحساس حلو. نعم، إن شاء الله دائما. واليوم بخلينا بس نذكر إنه المعرض هو بجاليري إكزود، ولأمتى مستمر؟ جاليري إكزود هذا مستمر لليوم، اليوم 18 شهر اليوم. لكن بدنا نقول للكل يلحق حاله ويروحوا يشوفوا اكيد لوحاتك. استاذ عبد المولى العويني، انا بدي اشكر وجودك معنا اليوم، بدي اتمنى لك كل التوفيق، وان شاء الله يعني ما بتوقف ابدا انك تعمل لوحات وتضل هيك نابض بالحياه، ومثل ما لوحاتك عم بتكون نابضه بالحياه. شكرا لك، وبتمنى لك كل التوفيق. بشكر التلفزيون لبنان والاكيب اللي قايم بهالموضوع هذا. أهلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا فيك بصباحنا. شكرا. مشاهدينا، مثل ما سبق وسمعتوا معنا ببرنامج صباح لبنان، وكانوا ضيوفنا من مركز سرطان الأطفال السنة بمناسبة السنة 15 لاحتفالهم بالمركز. صار في مؤتمر حول مرض السرطان يمكن لأول مرة، وكان برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون. رح نشوف كل التفاصيل بهذا التقرير. Thank you.
الناس ركز خلال مسيرته حتى الآن على مهمته الأساسية المتمثلة في توفير العلاج من دون أي مقابل للأطفال المصابين بداء السرطان من لبنان ومن دول عديدة في المنطقة، وبلغ عدد الذين تلقوا العلاج فيه أكثر من 1330 طفلاً بمعدل شفاء تجاوز 80%. ينظم المركز اليوم هذا المؤتمر بمشاركة أخصائيين وخبراء من لبنان والمنطقة والعالم، فالعلم يتوصل يوماً بعد يوم إلى علاجات جديدة تعزز الأمل، ومؤتمرنا هذا سيضيء على هذه العلاجات وعلى آخر ما حققه الطب في مكافحة سرطان الأطفال. إن رعاية فخامة الرئيس عون لهذا المؤتمر تحمل دلالات عدة، أولها اهتمامه ونحن معه بالمؤتمرات التي تستهدف حماية أطفالنا ورعاية صحتهم ونموهم، فهم أحباؤنا وأغلى ما نملك، هم جمال الحاضر وأمل المستقبل. والثاني دلالات هو التقدير لمركز سرطان الأطفال في الجامعة الأمريكية على الدور المميز الذي يلعبه لتأمين أفضل العلاجات لهؤلاء المرضى الأطفال وللنتائج المهمة التي توصلوا إليها. فتحية كبيرة لكم، وتبقى وزارة الصحة العامة معكم في كل جهد تبذلون وبما يعود بالخير على هؤلاء الأطفال. إن مركز سرطان الأطفال في لبنان هو نموذج مثالي للتعاون المستمر بين قطاعات عديدة لإنشاء صرح طبي متميز ليس فقط في لبنان بل في منطقة الشرق الأوسط وعالميا. الاهتمام بالجوانب الاجتماعية والنفسية التي ترافق هذا النوع من الأمراض أعطى المركز بعدا مهما ومميزا، وساعد بشكل أساسي وملموس بتحسين النتائج العلاج، وذلك لتقبل الأطفال حصولهم على العلاج والاستجابة له. نحن نرغب من خلال رؤيتنا 2020 أن نتيح لأكبر قدر ممكن من الاختصاصيين في مختلف المجالات والمجتمع المدني في لبنان والمنطقة الإفادة من المعرفة والمهارات والخبرة التي تتوافر في هذه المؤسسة العريقة. كذلك تسعى خطتنا أن تحافظ على المكانة العلمية للمركز الطبي في الجامعة الأمريكية كي يبقى مرجعاً في هذا المجال ويستمر ناشطاً في الحقل البحثي وسباقاً في هذا الإطار. If you were a parent of a child and you had been told that your child had cancer, you were being told that your child was going to die. The survival rate even in the United States for the most common form of cancer in a child, leukemia, had a survival rate of 4%. And then you fast forward today, just 55 years later, and that survival rate is now 94%. And St. Jude has been instrumental in taking the overall survival rates for childhood cancer from 20% to over 80%, and we're working to get it to 90%, and we're not going to stop until no child dies from cancer. من أين تأتي العزيمة للكفاح ضد السرطان في لبنان؟ الجواب يتلخص بأربع كلمات، وهي مركز لبنان لسرطان الأطفال. صباح الخير عن جديد، والمسيح قام حقا قام. يعني هيك زمن الفصح، هيدا الزمن يلي منعيد فيه فعلا بإيمان ومحبة حتى نقدر نعيش الحياة المسيحية الحقيقية والنور الحقيقي يلي ربنا هيك شاع من خلال القبر وزاح الحجر حتى غلب الموت بالموت، حتى نعيش نحن ونحيا تحت اسمه حياة جديدة وروحانية مليئة بالحب والمحبة والتسامح. نحن وياكم رح نكون هلأ مع الأب جوزيف أبي عون، النائب العام للرهبانية المارونية المريمية ورئيس دير سيدة اللويزة ذوق مصباح، نحكي بالتفصيل عن عيد الفصح.
فعلا قدي حلو هيدا الزمن، قدي هالزمن منحس فيه انه نحن عم نتجدد روحيا حتى نتقرب اكثر واكثر من الرب يسوع، حتى نعرف القيمه الحياتيه اللي اعطانا اياها. هالقيمه فعلا القديس بولس بحسب قوله قال هالعيد هو عيد الاعياد وموسم المواسم. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، لنفرح ولنتهلل به. المسيح صعب من بين الأموال وعطي الموت بالموت ووهب الحياة للذين يثقون. المسيح قام من بين الأموات وعطي الموت بالموت ووهب الحياة للذين يثقون. المسيح قام من بين الأموات وعطي الموت بالموت ووهب الحياة للذين يثقون. Zanato, zanato, patizas, kiti santis mimas izoin, charisamenos. Mesih kama bin meinil ammar, wawati al-mauta bin-maut, wawahab al-hayata lil-ladina bil-mauta. Yani فعلا المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت، يعني شوكة الموت انكسرت والجحيم اندثر، بطل في جحيم. صباح الخير لك أبونا، يا هلا فيك. يعني الأب جوزيف أبيعون نائب العام للرهبنه المارونيه المريميه ورئيس دير سيده الويزه بزوق مصبح، اليوم نحن وياك موجودين، هيدي بركه عم ناخذها منك حتى فعلا نحكي بالتفصيل عن زمن القيامه، عن عيد الفصح المجيد. شو هو هالعيد تحديدا؟ البدايه رح تكون نحن وياك من القيامه وغلبه الموت بالموت، يعني ربنا لما غلب الموت بالموت هيدي لحالها بتحكي بلا ما نحن نحكي. عرفنا أكثر هالقيامة تحديداً، يسوع المسيح لما قام من الموت شو كان، لوين كان هدف أنه يوصل البشرية من خلالها؟ كيف نحن قادرين كعقل بشري نستوعب القيامة البشرية، القيامة قيامة يسوع المسيح، القيامة المجيدة؟ أول شيء صباح الخير. يا هلا. المسيح قام حقاً قام، وبشكركم على الدعوة حتى نكون معكم اليوم. الله يبارك هالتلفزيون يعني وعزيز علينا. شكراً. نحن ربينا وعلى هالبرامج هالتلفزيون وبعدها بذهننا، وذهننا بعدها موجودة ذكرى حلوة يعني بس اتصلتوا فيي وحتى اجي على تلفزيون لبنان هيك وعي فيي حنين حلو على أيام الطفولة والفطور والصبا والشباب، على أجمل المراحل اللي نحن ربينا فيها، على الذكرى الحلوة، على الوجوه الطيبة. ويمكن هيدي الحنين هو جزء كمان من هالحدث الايامي. نعم. انا بوجه تحيه لحضرتك ولكل الاداره بتلفزيون لبنان، الله يوفقكم. رح انطلق محل ما وصلتي باول شيء بالمقدمه وهلا انه حدث الايامي. في كلمه نحن بنستعملها مرات يمكن ما بننتبه لها، حدث الايامي اعطاها بعدها الحقيقي اسمها رغم كل شيء. الأيام لما أنا وياك ونحن هالناس نصال على محل مش قادرين بقى، الأيام بتقلنا رغم كل شيء كمل. هذا أهم شيء عمله يسوع لما قام من بين الأموات، إنه المستحيل أصبح غير مستحيل. شو أهم شيء؟ شو المستحيل؟ هو الموت، هو الخوف، هو القلق، هو منحس أنه أبواب مسكرة، هو أنه تنوجدي منفق كأنه ما إله مخرج. نعم. أنك تنوجدي بحالة وحدة، عزلة، أنت وحدك. هذا العقل البشري بيفكر هيك، هذا العقل البشري، ما الله نزل عند العقل البشري. نعم. حتى يقول له أنت يا عقل البشري يلي أنت عم تفكر هيك، أنا مت وقمت من الأموات حتى افتح لك هالمجال، افتح لك مجال الى افاق بعيده واسعه. انا جيت وانتصرت مثل ما ذكرت عن مربولوس، لقد غلب الموت بالموت. شو يعني؟
يعني عطي معنى لكلمة اسمها رغم كل شيء. كل إنسان دخلت بحياته القيامة بعيش رغم كل شيء، مش دايما طبعا بوعيه الكامل فيها، بس بيصير جزء من حياته، لأنه القيامة مش بس حدث صار من 2000 سنة، مش بس حدث بيصير مرة بالسنة كمان، كل احتفال. كل يوم نحن لازم نحن نعيش القيامة الحقيقية مع يسوع المسيح. نحن كل يوم بتتجدد بالقداس، إذا بدك ليتورجيا ولاهوتيا بتجدد بالقداس، لما الكاهن بالقداس والجماعة المشاركة بيتحول الخبز إلى جسد المسيح والخمر إلى دم المسيح، حدث الموت والقيامة. لكن بيتجدد كل يوم بكل هالمجالات، انطلاق من هون إلى حياتنا اليومية، من حياتنا العملية لحياتنا العائلية لحياتنا العاطفية، بكل شيء. لما يكون إيمان موجود بقلبنا ولما تكون المحبة موجودة كمان، هيك بهالطريقة منكون عم نعيش القيم الحقيقية. المحبة لما بتصالي بمحل منك قادرة تحبي، شو بيخليك تحبي؟ حدث القيامة. يسوع آمن بين الأموات وفتح لي كل هالأبعاد، يعني بطلت حياتي كأنه أنا عايش بمحدودية معي، يعني بطلت أنا بقول مرغولس عايش لوحدي، ما بقى لي حق افرح لوحدي وما بقى احزن لوحدي، أنا مع يسوع الذي مات وقام وفتح هالمدى قدام حياتنا. الحب صار له معنى، يعني ما بقى أنا يخلق لي أزمة بحياتي. لما تتراكم المشاكل بحياتي أنا، يمكن بعد في شيء اسمه القيامة بعد ما دخلت أنا عندي. القيامة بتخليني أحب، القيامة بتخليني أغفر، بتخليني صالح، القيامة بتخليني أروح لأبعد، أطلع أبعد من هيك. الإيمان والمحبة، التواصل مع بعضنا البعض، وخير مثال هني هالقديسين. نعم. العذراء مريم والقديسين نمط حياتهم هني كانت القيامة عيشة من خلال القيامة، جسدوها بنمط حياتهم بتفكيرهم بتواصلهم. الألم صار له غير معنى، المرض صار له غير معنى، الموت صار له معنى. الموت حتى قديش نحن مرات ببكينا وله هالسلبية، لكن صار له أبعاد إيجابية بوعيني. الموت صار عنده فرح، اللي هو فرح القيامة. فرح القيامة، يعني أكثر من الأشخاص بيخافوا من الموت، بيعتبروه مثل ما قلت أبونا هو نفق مظلم عم نفوت فيه، ولكن هالنفق المظلم ربنا ترجمه بكل بساطة أنه هو نور حقيقي لقيامة مجيدة. فقدنا إحنا قادرين كبشر نقوم من الخطيئة يلي عم نعيشها بحياتنا اليومية، هالخطيئة اللي ربنا يمكن نزل على الأرض يعلمنا من خلالها أنه أنتوا كبشر أنتوا خطيتوا بحقه، فكيف إذا عم تخطوا بحق حالكم قبل كل شيء؟ صحيح. إجا يقلنا أنه أنا هالقد بحبكم، قديش خطيئتكم عظيمة، بس أنا حبي أقوى من خطيتكم. القيامة بدنا نفكر، نحاول نفكر إنه يسوع بيفكر، مش بس مثل ما بفكر أنا، مثل ما يسوع بيفكر، إنه قد ما تكون خطيئتك كبيرة أنا متكرمالك، أنا جيت قدمت حياتي، أنا رحت لأبعد الحدود الحب، إنه أهنت وجلت وكللت بالشوك وكنت محط سخرية وألم، ألم حقيقي، يعني مش كيف ما كان، يعني صحيح كان يسوع الله بس هو إنسان عايش الألم، يعني حتى ولا إنسان هو عم يتألم ما يقول أنه يسوع ما عايش ألمي. هل قد يسوع كان لمس ألم البشرية حتى يقول لي أنت شو ما كانت خطيتك قوم في قيامة، أنت عندك المقدرة أنك تتخطى وترجع تقوم بالمغفرة، غفرنا خطيتنا، يعني غفرنا خطيئتي. خطيئة هي بلبلة بذاتي، هي تعاسة، هي ألم، هي وجع. لما يسوع إجا ومات وقام بين الأموات حررني، وهيدي حقيقة، حررني من كل الخطايا اللي أنا عم بوقع فيها. يعني ربنا لما دحرج الحجر
وطلع هالنور يعني اللي بنحتفل فيه كل سنة سبت النور يلي منعيشه مع ربنا يسوع المسيح وحتى بالقدس لما توصل الشعلة المقدسة كمان على كل الدول حتى تتبارك الدول وتتبارك العيال والبيوت. يعني هالنور اللي ما بيحرق هالنور يلي إذا بدك بيطفي إذا بيحرق الخطية فينا بهذا البدول بيطفي الخطية النور يلي بيطفي الخطية والأنانية وإذا بدك الخطايا يلي نحن عم نرتكبها يوميا بحق البشر وبحق بعضنا البعض. يمكن هون يمكن درسنا نتعلم أنه ربنا إجا على الأرض مش بس حتى يفرجينا أنه هو عم يتعذب كرمالنا, لا, حتى يقلنا أنه كل المشاكل اللي عم تمرقوا فيها بحياتكم هي مشاكل صغيرة قدام العذاب اللي تعذبتوا كرمالكم. كمان بدي أقول شغلي كمان تكمل عم تقولي حضرتك, مرات يعني الأيام مش ما بتعني أنه أنا بيغير لي طبيعة البشرية وما بيعني أنه ببطل في مشاكل بحياتي. نعم. إجا بالأيام هي بملي بحضوره مشاكلي. نعم. إجا يكون حاضر بحياتي. قالنا لا تخافوا. لما قالنا لا تخافوا لا يعني ذلك لا تخافوا أنه ما رح يكون في مرض. نعم. ما رح يكون في تعب. ما رح يكون في مشاكل. ما رح يكون في أزمات. بالعكس عبقنا رغم التعب رح يكون معكم. أنا معكم بهالحالات. نعم. لأن مرات نحن منفكر أنه يسوع أنا مش لازم أمرض. أنا مش لازم يكون عندي مشاكل. إذا كنت أبونا ما إلا تخافوا ما راح تصير. إلا تخافوا أنا معكم لما بتصير هيدي. نعم. القيامة يعني لا تخافوا لما بتمرقوا بهالحالات. هي لا تخافوا. نعم. تخافوا هو معنا. ونحن أبناء القيامة. أبناء القيامة نحن نقول عيد الفصح. شغل كتير مهم عيد الفصح. بس أنا بفكر إنه نحن عيد القيامة أقوى من عيد الفصح. يمكن عيد القيامة كمان هون يعني القيامة ما راح تكون بلا الألام. من هيك نحن منحيا بزمن الألام الحياة الروحية والليتورجية بما فيها دفن وموت المسيح وقيامته تحت نوصل للتجدد يلي هو زمن الفصح المجيد. هي الفصح بمعنيها بالكتاب المقدس مثل ما أيام الشعب اليهودي هي عبور. الفصح كلمة عبرانية يعني كيف الشعب اليهودي عبر من أرض مصر يلي كانت تعتبر أرض العبودية إلى أرض كنعان فلسطين أرض الميعاد أرض الحرية. نحن بنعتبر الفصح يسوع عبر من الموت إلى الحياة هالعبور. لكن نحن لما صار هالحدث إذا بنقرأ بالإنجيل حتى كمان إذا بدك أبونا نحن هون فينا نعيش يمكن بهالثلاث أيام اللي هن بين الجمعة والأحد الزمنية وزمنية المراحل اللي صنع فيها الرب الكون اللي هي تجسدت بالجمعة والسبت والأحد هالثلاث أيام يلي مات وقام في اليوم الثالث. هن مش منفصلين عن بعضه. نعم. هو حدث واحد. نحن نقول سر الفداء أو مشروع الخلاصي هو متكامل. إذا بدك المزود هو زاد الصليب. المغارة أو المزود يلي تبلش من حضن مريم من حشا مريم وهي زاد حشا مريم إلى الأرض يلي مشي عليها 3 سنين إلى الألم إلى القبر أو الصليب القبر والقيامة والصعود والعنصرة إذا شاء التعبير هو حدث. هذا المشروع الخلاصي. يعني نحن من جزء حتى نقدر نفهمه على قياسنا البشري. لكن هذا الحدث هذا المشروع الله الخلاصي يلي ما بنقدر نفصل نحن يسوع القائم بالأموات عن يسوع يلي ولد بمغار بمزود عن يسوع يلي صار جنين بحشا أمه. وإلا بكون أنا إذا بس بقبل يسوع القائم يسوع القائم بالأموات كان يقبل يسوع يلي هو تألم وقام من الأموات. يعني هو ذاته المسيح يلي شارك الناس بحياتهم بعتقان الجليل بألم المريض بألم المتألم يلي طعم الجياع وأسقى العطشانين ومشي على الطرقات وزار هالأحياء ومرة بيقولوا له الرسل الناس ناطرين لك هون لا خلينا نروح على محلتين لأنه أيضا أنا أتيت إلى هذه الكرة والبلدات الباقيين يلي يمكن بالنسبة لهم مش موجودين بحساباتهم. نحن دائما عنا ميل نروح على المحل هيك نحس مدري كيف أريح شو بدنا بهاله. يعني هيدا يسوع القائم بالأموات هو يسوع يلي مشي بين هالناس وأحيائهم وجماعاتهم وضياعنا البسيطة وقعد معهم وبتيابهم وبوجوههم ومثل ما هني ولا مرة قالوا رعي تيابك أنا استقبلك.
الكلية اللي الأبرص مثلا ما قال له روح أنت ما فيني استقبلك روح أعمل دوش أغسل وجهك أنا أحكي معك. هذا هالمسيح القائم للأموات يلي عم بيقلي بالواقع عم بيقلي أنا القائم هذا أنا زيتي اللي حبيتك هون وحبيتك وعشت معكم وتقابلت معكم. تنرجع على الأساس أنه وعم تقول عن الزمن الزمن أي الزمن الحاضر يعني هلأ يسوع معنا هون يسوع عايش معنا صح. يسوع امبارح كان معنا وغدا يعني اليسوع الحاضر بكل حالاتنا البشرية هيدا القائم بين الأموات هيدا يلي بيخليني أنا بس إذا كنت بغرفتي بالدائر أو بكنيستي أو برعية أو بالتلفزيون هون أو بالمؤسسات هيدا هو يسوع يسوع التاريخ هو نفسه يلي قام بالأموات مش حدا غيره هيدا يسوع يعني أبونا يعني حتى يسوع لما كان على الصليب إذا بدي بروح من الناحية الطبية والعلمية لما الحرب دخلت بخصره وصلت بيقولوا لقلبه لما توصل الحرب لقلب يسوع يعني هون خلاص الموت محتم يعني ما بقى في الإنسان يكفي ما بقى في يتنفس ما بقى في يعيش. الدم والمي اللي طلعوا من جسد يسوع هو على الصليب حتى أسلم الروح وقال له إلو هاي أنا بعطيك روحي يعني بوقتها علميا الطب بيوقف عند عظمة يسوع المسيح على الصليب لأنه بكل بساطة الإنسان بهيك مرحلة كان مفروض خلص الوجع اللي كان عم بيتحمله العذاب اللي كان عم بيعيشه كان مفروض يكون مش عم بيسلم الروح كانت لازم خلصت روحه من زمان. هيدي بحد ذاتها يمكن عبرة نتعلم من يسوع المسيح أنه العذاب ما هو شيء قد محبة الله لنا. قديش أنا بصراحة يمكن حضرتك طرحت هالشغل أنا سمعت الطبيب يعني أنا شفت الفيديو الطبيب اللي عم يشرح كتير عجبني إنه عجبني شغلي إنه قديش يسوع كان قوي قوي جسديا حتى عم بيحكي يسوع الإنسان يلي منه منفصل عن الله صح. بس يسوع كان إنسان لازم صدق إنه يسوع الإنسان تألم وإلا القيامة لا معنى لها. بدي آمن أنه هيدا يسوع الإنسان ابن مريم يلي كان متحد بالطبيعة الإلهية هو اللي يتألم. وبدي أقول أكثر من هيك كل شفاء عمله يسوع كل أعجوبة لا شك أنه هو الله لكن أيضا في مسحة إنسانية الشفاء يلي قام في يسوع بمحبته الإنسانية الناس يلي التقوا مع يسوع ما عرفوا أول شيء أنه الله هو ابن الله عرفوا إنسان بيحبهم وهيدي لمسة الله لمسة يسوع يلي لمست فيها الناس وشافوا فيه إنسان مميز لدرجة قالوا عنه يتكلم معنا كمن له سلطان بعد ما عرفوش أنه الله عرفوا إنسان بيحبهم كمن له سلطان ما معه سلطان كمن له سلطان يعني ما معه سلطان الكاتب الفريسي ورؤساء الكهنة بس كان عنده سلطان الحب يسوع هيدا يسوع اللي حب هو زيده كان يتألم على الصليب والله معه وأقامه الله بقلنا بعدين مربطوس بعظته الأولى قدام الشعب بيساعدك بعد العنصر أقامه الله مش ممكن يبقى بالقبر. هيدا مثل ما حضرتك ذكرتي ألم عم يتألم. بيقول القديس إيريناوس كان عايش بالجيل الثالث من بلاد الكنيسة إن لو بقي ذر صغيري من جسد الإنسان من كيانه ما طال الخلاص يعني خلاص ناقص طال كل حياة الإنسانية لأنه نحن نقول بتعليمنا المسيحي كان إنسانا حقا وإلها حقا وهيدي كتير مهمة. أنا ما بقدر أفهم القيامة إذا ما فهمته كيسوع الإنسان يلي تألم على الصليب بدي أفهم الآب والابن والروح القدس كمان ثالوث واحد هذا اسم الله نحن عنا آب القدس نحن اسمه هيك يعني إذا حدا سألنا من هو ونحن آب وابن روح قدس هذا إلهنا نحن في ثلاث أقانيم مش ثلاث آلهة هو إله واحد في ثلاث أقانيم. بدي أقول شغلة بس على الصليب أكيد. يعني حضرت طرحتي أنه تخيلي بعد ثلاث ساعات نزاع لأنه هو توصلوا على قمة الجلجلة درب الصليب يلي مشي فيها هالمراحل 12 مرحلة يلي يسوع حمل فيهم الصليب لحالهم وجلدين الدم نزل من جسمه وغير زين الإكليل الشوك على القليل طول
الشوكات لا تقل عن 10 سنتي او 15 سنتي غرزين يعني. احنا اذا شكتنا ابره شو لكن نبكي. بعدين مش انه منزلينه على مهلهم، غرزوه براسه انسان، غرزوه وجلدينه، الدم نازل يعني الجلد هيدا المجلدي على راسه فيه حديد. صح. حديد والحديد مثل المخرز يعني غارز بجسمه ومبين اصلا بالكفن مبينين على 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 الكفن الجلدات واثار اثارهم التعذيب. توصلوا على اعتبري وصلوا الساعه 10 الصبح على قمه الجرجلي، مش دقيقتين صلبوه، هاد وقت مسمروه. لما وصل كمان ربنا لمكان الصلب وشايف هالمكان نهار، ما نهار هو بلا يسوع. يسوع لما شاف عظمة هالمكان ولما شاف يعني حس بقيمة فعلا البشر قد هن مجرمين. أكيد يعني بمعنى نهار أنه هو كإنسان مش كإله نهار، لا أيه. نهار كبشر كجسد، نهار بالجسد، نهار من التعب يلي أكيد. ايه بهالمعنى ايه فهمت عليك هلا. ايه طبيعي انه هن بل هن ليلة الألم الخميس بالليل كل الليل بقيوا يعني برموا من محل لمحل، من مجلس رؤساء الكهنة، من عند قيافة لعند بيلاطس، عند هيرودس عند بيلاطس، وبيلاطس يحاول يتبرأ من هالموضوع وانه يصرخوا بوجهه اصبوا يعني أخذت ساعات مش بيلعب أخذت كل الليل لا وجه الصبح أخذوا على الجو وتوصل على القمة لفوق. الساعة 12 كان الصلب، الساعة 12 بقي من 12 للساعة 3 بنزاع. تخيلت ملحيلة كان موجود فيها على الصليب وحامل الصليب ومخلع كتفه مخلعين، وقبل بثواني من انه يلفظ الروح قسم الروح المسيح قدر حكي. هذا اللي قلته قدر حكي يعني قديش عنده قوة إرادة، مش بس حكي شو ما كان، اغفر لهم يا أبتاه. أنا مين بيقدر يعمل هيدا؟ مين بيقدر يغفر نتفة صغيرة يعني تنحكي مثل ما بيحكوا الناس الحكي العادي؟ خلينا نقول أنا إذا أنا عملت منيح كل حياتي مع ناس، خلينا مرة غلط معهم طول أيامي بينسى كل المنيح وما بيفكروا إلا بالشغل مش منيح اللي عملت. ونحن عم نعيش طبيعي يعني لاحم الصليب عم نعمل منيح. يسوع على الصليب كل يلي تحمله من عيون الغاضبة والحاقدة وصخرية وهزق هالناس خصوص الفارسيين كتبي والتلاميذ تركوه في أمه العذراء على الصليب كانت يوحنا ومريم المجدلية. ألا ما تبكي يا امرأة ابنك معك كان يوحنا اخفنا وقتان لأنه من هي يدرون ماذا يفعلون. يعني رائع حقيقة لحظات تاريخية وحاسمة ومصرية. أنا بقول أكثر هيدي هاللحظات خلقت عالم من الرحمة، خلقت عالم غير يلي قال عنه أفلاطون المدينة الفاضية اللي هي فقط المدينة يلي هني أقوياء وبالصحة وبالفكر وبالمال وبالسلطة. المدينة الفاضية أنا يمكن لو عندي ضعف معين ما إلي محل فيها. اسمه مع المدينة الفاضلة. يسوع ما إجا خلق المدينة الفاضلة، يسوع إجا خلق عالم من الرحمة، عالم من المصالحة، عالم من الناس امتد على سنوات مش بس لفترة معينة. نحن هاي 2000 سنة خلق لي محل. لو من يسوع أنا ما إلي محل يمكن، ليه؟ لأ أنا ضعيف، أنا يمكن مني من هالأشخاص يلي ممكن العالم ما إجا خلق عالم من الأصحاء. ولا خلق عالم من الذين يعتقدون أنفسهم أنقياء، دائما أنقياء ودائما الأفضل. إجا خلق عالم فتح له مجال أنه يسير بحياته. أبونا خيال نروح شوي هيك لخميس الأسرار. كتار بيعيشوا الحزن من هيدا النهار تحديدا، بيبدأ النهار اللي أسلم فيه يسوع، النهار اللي ضحى يسوع إذا بدك، النهار اللي تواضع في يسوع أقصى التواضع يعني أكثر من أنه يغسل إجرين تلاميذه بعد ما فيه. يعني هالمحبة الكبيرة اللي كانت موجودة بقلب يسوع إن كان لتلاميذه أو لشعبه محبة لا توصف. أبدا. الكنيسة كيف بتوصف هالمحبة؟
رح أقول لك الحدث الغيصة شو مهم. كانوا الناس قديماً ونحن منا كتير بعيد عن الأجوان، كنا صغار كنا نلعب بالتراب وجليل، مش مثل اليوم قد الطرقات صارت زفت وبنيات. نعم. تراب نلبس صندال أو حافيين نكون نحن. فأنا بتذكر كل مرة نرجع البيت باردون يعني بنغسل أقدامنا، ليه؟ لأنه ما فينا نفوت على البيت، ليه؟ لأنه كانت هيك، كان الناس هيك من زمان، أو صندال أو حافيين. يعني يضطروا هالناس إذا بنفوت على البيت مين كان يغسل الأقدام؟ العبيد. باردون بين هدلين العبيد، يعني العبد يلي كانوا يشتروه أو يسبون يجوا، كان في بيع وشراء للأسف. يعني هذا فاقد الحرية العبد كان بوقتها، وما له حق يلبس مثل الناس. كان في النوع من الثياب خاصة بالعبد. من هيك لما رجع الابن الضال قالوا لبسوه، يعني طلعوا شلوه من عبوديته ورجعوا له حريته. كان فقط يعني ابن البيت مش هو كان يغسل أقدام الزائر، كان في عبد. هون أهمية العمل. من هيك بطرس رفض إنه يغسله أقدامه، قال له مش ممكن، أنت المعلم، أنت الرب، هذا أنت السر الفادي. من هيك بسموه خميس الأسرار، فظيع الأسرار. وجميل هالحدث قال له إذا ما غسلت لك أقدامك ما بتقدر تكون معي. قال له بطرس مش بس أقدامي، إيدي بدي أنا بارك فيهم، بدي امسح فيهم المريض، بدي كلل، بدي بارك، بدي قدس، بدي سلم، بدي اتعاطى مع الناس. قالوا رأسي الفكر والعقل والقلب لا شك، يعني قالوا كل سوا. ليه؟ قالوا المسيح هالشغله كانوا عم بيقولوا اذا انت يا بطرس ما عشت اختبار غسل خطاياك وضعفك وتقبل انه انت هيك، ما بتقدر تكون رئيس كنيسة وعم تقبل الناس. ما بتقدر انت بدك تعيش اختبار التواضع، اختبار الضعف البشري، تقدر انت بالنهاية تقبل. من هيك رح قله بعدين، قال له قبل، قال له عندما تعود يا بطرس ثبت اخوتك. تقدر ثبت اخوته يعني بده يكون قريب منهم. يشعر معهم. الكنيسة بقول كانوا انا البابا بولس السادس، الكنيسة هي صوت ما لا صوت لهم. فنحن الخميس الأسرار هي تأسيس الأسرار. ليه؟ لأنه سر الفخرسية وسر الكهنوت وهيدا الأسرار كل شيء. رح روح شوي بعد أبونا بسؤال أخير كتار بيسألوا بزمن القيامة تحديدا، وهيدا اللي بعزينا كمان لما نفقد شخص عزيز على قلبنا، أنه في حياة تانية، في حياة أبدية. الموت هو مرحلة عم نعبر فيها من الحياة للحياة الأبدية، ولكن كتار من الأشخاص بيقولوا طيب أنا مين تكون مثل يسوع؟ أنا مين تكون مثل أمنا العذراء؟ أنا مين تكون مثل القديسين؟ يعني العذراء طلعت بالجسد والروح على السماء وكللت ملكة على الأرض وعلى السماء وبالسماء، بس نحن هيدي المرحلة تحديداً الكنيسة كيف بتفسرها للشعب؟ مرحلة القيامة ومرحلة اللاموت مع الموت. هيدي المسألة وجهها مربولس، يعني يلي بنقرا رساله بعيد القيامه مع اهل كورنثوس، يلي ما كانوا امنوا بقيامه الاموات، قال لهم اذا ما في قيامه اموات يعني ما في قيمه للمسيح. يعني تخيلي، يعني كان بعد كم سنه فقط من حدث المسيح موت القيامه، تساءلوا الناس انه مش معقول نصدق انه ممكن تقوم الاموات. قال لهم اذا لم نؤمن بقيامه الاموات يعني المسيح لم يقم، وإذا المسيح لم يقم والأموات لا تقوم يعني نحن أشقى الناس. هيدي المسيح إجا عطانا القيامة. ولما مرتا ومريم قالوا قالوا سيقوم خيكم، قال سيقوم، قالوا لي على أساس بالأخير، لا هلا أنا القيامة. يعني تخيلي من جهة نحن منقول أنه القيامة الأخيرة، من هيك منقول الراقدون على رجاء القيامة. بس يسوع قال له إن كان لمرتا ومريم أو للصليم، قال له اليوم تكون معي في الفردوس. فكر المسيح بده كتير حتى نفهمه بصراحة. تفكير المسيح، وبدي أحكي شوي عن العذراء مريم. تفضل. هي الوحيدة ما إجت عند القبر، والوحيدة يلي ما ظهر للمسيح حسب ما ظهر حسب ما بين بالأناجيل، ما كانت بحاجة هي، لأنه الشخص الوحيد أنا
بقول كلهم شافوه بأم العين اللي هي شافته بأمومتها الإلهية وبحبها وبمشاعرها وبإنسانيتها وبمل إيمانها شافته العظام كلهم مليم. كانوا توما هيك تبين نعم هيك كان مبين يعني إلا هي مش مضطرة تيجي على القبر ما هي ما هي بتعرفه إذا الله ونحن الكنيسة بتقول لما كان يسوع وخصوصا لما نزل بحضن ميت صحيح كانت حزينة هذا ابن الوحيد عم يتألم وبيقولوا أنه كانت حزينة على هؤلاء يلي حكموا عليه لأنه رفضوا هيدا الإله وبدون إلهن هني من هذا كان حزن مريم أنه أنتوا عذبتوا وقتلتوا إله الحب حتى تحافظوا على إلهكم بس كان رجاء مريم أنه هيدا الإله رح ينتصر كنت عندما الإيمان أنه هيدا يلي عم بيموت سيقوم وينتصر على الإله يلي حكم عليه على آلهتنا يسوع بموته أمات فينا الآلهة الوثنية اللي موجودة فينا آلهة نحن عندنا آلهة عديدة بذهننا أمات فينا إذا بدك الأنا هالأنانية اللي موجودة عند كل واحد منا على أمل وعلى رجاء القيامة الحقيقية لوطننا لبنان يلي نتمناها دايما وللعالم أجمع لحتى هيك يبطل في حروب يبطل في أسى يبطل في حزن لأنه القيامة بتكون لما نمحي كل الشر الموجود بالعالم بدي أتمنى لك قيامة مجيدة أبونا لك بالبداية الأب جوزيف أبي عون النائب العام للرهبنة المارونية المريمية ورئيس دير سيدة ألويزي بزوق مصباح إن شاء الله يا رب عيد مبارك عليكم وعلى القيامة على الرهبنة المارونية المريمية وإن شاء الله يا رب القيامة الحقيقية اللي ننطرها دايما نحن بحياتنا اليومية تكون دايما مع يسوع المسيح فقط لغير الله يبارككم شكرا 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 هذا هو اليوم الذي صنعه الرب لنفرح ولنتهلل به نسيح طعمه من بين الأمر ووطي الموت بالموت ووهب الحياة المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور كريستوس أنستي هيك نكرو ثاناتو ثاناتو فاتيساس كيتي سنتس ميما سيزوين خارسامي المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في بعد هالبركة الروحانية رح نروح نحن وياكم لفاصل إعلان صغير ومن بعدها منتابع صبحيتنا اليوم وبعد البريك رح نكون نحن وياكم مع فقرة نترشن وما ينحول لحظات ورجعين صباح الخير مشاهدينا متابعين بصبحيتنا وهلأ رايحين نحن وياكم تحت نتعرف أكثر على الفيتامين دي بجسمنا شو لازم ناكل تحت نحافظ على الفيتامين دي إذا كنا بعد ما خسرنا التفاصيل كلها مع ما ينحول بفقرة نترشن بونجور مايا هاي بيا المسيح قام حقا قام ينعاد عليك وعائلتك يا رب ميرسي وانا كمان بدي عايد كل المشاهدين بعيد الفصح اكيد ان شاء الله هيك يكون بدايه جديده للكل ان شاء الله مثل ما قلت من شوي الفيتامين دي يعني مع العيشة اليومية اللي عم نعيشها والحياة الغير طبيعية يعني ما بنتعرض فيها لأشعة الشمس وما بنشوف الهواء النظيف ومتنفس الأكسجين الطبيعي صح. عم نتعرض لمشاكل صحية كثيرة منها فقدان الفيتامين دي بجسمنا مزبوط شو لازم نعمل مايا حتى نحافظ على الفيتامين دي مثل ما قلت بي الفيتامين دي هو نوع من الفيتامينات اللي ما كتير موجود بالأكل يعني منلاقيه بأنواع أكل قليلة منا متعددة مشان هيك كتير أشخاص مع التلوث بيكونوا بمناطق فيها تلوث أكتر من غيرها منا مناطق جبلية ما فيها كتير خضار بيقل عندهم الفيتامين دي ممكن كمان لأنه الأكل اللي فيه الفيتامين دي هن ما بيأكلوا منه يمكن لأنه فيجيتيريان مثلا ما بياخدوا سمك ما بياخدوا بيض ما بياخدوا لحوم فبصيروا بيقطعوا بنقص
رح فسر أنا اليوم أكثر كيف نقدر نستفيد بما أنه هلأ بلشت الصيفية، كيف فينا نستفيد من الشمس، من أشعة الشمس، لأنه هو المصدر الأول للفيتامين دي نخده. أي أوقات أحسن شيء؟ وين نعرض جسمنا؟ يعني أي منطقة، أي مناطق بالجسم من جسمنا؟ كمان لأنه بتفرق. كمان للأشخاص البيض إذا أكثر بدهم وقت ولا أقل، هدول كلهم رح نفسرهم. خلينا نبلش أول شيء قول بالفيتامين دي عن الأكل، وبنرجع بنروح للشق الجو. فبالأكل بلش بالشق الغذائي بالأول. مزبوط، أكيد. بالأكل إذا أساس نباتية وين منلاقي الفيتامين دي؟ بنلاقيها بالفطر، يعني بالشامبينيون. كل أنواع الفطر؟ كل أنواعه. أكتر نوع تقريباً خضار فيه فيتامين دي هو الشامبينيون، كتير مهم. غير حتى لو كان مايا معلب؟ حتى لو معلب. هلا اكيد وقت يكون فرش بقى فيه اكثر، دائما وقت طريقه التعليب ولانه بيتعرضوا للطبخ وهيك بيخسروا شوي، فدائما بنروح للقصص الطازه اذا فينا. بس اذا معلب كمان بناخذهم، لانه في اشخاص ما بحبوا طعمه الفرش، بفضلوها معلب، بهيك بتضيع طعمتها بالاكل، بحطوها ممكن مع الطبخ يعني، فما في مشكل. غير هيدول كتير أشخاص بيكبوا وراء الخس الأخضر الغامق من برا، بيكبوا الملفوف البارتي كمان الغامقة، هيدول أكتر شي مغذى فيهم الفيتامين دي، فما لازم نكب هيدول المناطق. ناخد الخسة دايما الأشخاص بياخدوا قلبها للخسة، لا نحن لازم ناخد لوراء الغامقة تبع الخسة وتبع الملفوفة. خلينا نتوقف هيك مع فاصل إعلاني صغير ونرجع من تابع إحنا وياك معي. رجعنا نحن وياكم ومايا، رح نتابع. كنا عم نحكي عن الفيتامين دي وأهمية الغذاء السليم حتى نحافظ على هالفيتامين بجسمنا. وصلنا كنا لورق الخس، ولكن الورقة الغامقة من برا. مزبوط. الأشخاص اللي دايما بيكبوا الأوراق الغامقة من كل الخضار، هن كل ما كانوا مركزين والأخضر تبعهم غامق، كل ما كان فيهم أكتر ألياف ومعادن وفيتامينز، واحد منهم هو الفيتامين دي. غير الخس والملفوف في عنا التفاح، كتير أشخاص بأشغلهم الأخضر أو الأحمر الاثنين ما في مشكل، بس كتير أشخاص مثلا حتى لأولادهم بأشغلهم التفاحة قبل، أفضل من أشغل، لأنه الفيتامين دي أكتر شيء موجود بالقشرة، خاصة أوقات نحن وعم نشتري تفاح مثلا بدنا إياه خضرة خضرة، في منهم بيبقى هيك عليهم بقح بنة. نعم. بنفكرها نحن مضروبة. أنا بحبها تكون هيك، بحسها أطيب، بتكون طيبة هي طعمتها، بتقروش حلوة. صح. هيدا البنة مش إنه هي التفاحة بتكون مضروبة، لا، هون بتكون أكتر شيء تعرضت لأشعة الشمس. أوكي. فهون يعني بهالمنطقة البنية هو أكتر شيء في فيتامين دي. عملت نمش مثل ما بتعمل البشرة. فهيدا البارتين ما منكبها، لازم ناخدها لأنه كمان فيها كمية عالية. نعم. هلأ للأشخاص اللي بدهم يتعرضوا للشمس كرمال ياخدوا فيتامين دي، لأنه بتعرفي في كتير ناس مثلا مكتبها ما فيها مثلا شبابيك بتضرب عليها الشمس، فبيصيروا بيوصلوا بفلوا من الشغل بالليل راحة الشمس بيصير عندهم نقص، بحسوا حالهم تعبانين. فأفضل شي وقت هو الصبح بكير. نعم. أو تقريبا الظهر. هو نقص الفيتامين دي بيخلينا نحس بالتعب مايا؟ بيخلي نحس بالتعب والنعس؟ نعس، الديبرشن إذا كتير كان خلص ما بقى فيه أبداً فيتامين دي بالجسم، والنصاحة يعني منصير نحنا نعبي دهون أكتر. غير هيدول القصص كنا عم نحكي عن الشمس بأي وقت هي أفضل شيء. في عنا على 12 الظهر يلي نحن عادة وقت نقول إنه بدنا نتفادى 12 لثلاثة، بس بهيدا الوقت الشمس تبقى لأنه بيربانديكولار على الأرض، يعني الغيونات تبعها بيضربوا أكتر شيء على الأرض، فهون يو في بي بنكون نحن عم ناخد الأشعة يلي هي نحن بدنا إياها يلي بتضرب على جسمنا كرمال تتحول بالجسم تبعنا للفيتامين دي. هلأ كيف بدنا نعمل؟ مثلا اللي بنعمله هو أنه إذا بدنا نحن نعرض إيدينا للشمس بنكون عم ناخد كمية قليلة من الفيتامين دي، بينما إذا نحن بدنا نعرض ظهرنا أو مناطق أكبر بالجسم بنكون عم ناخد كمية أكبر بكتير. فمشان هيك هون أفضل نحن وقت بدنا نعرض حالنا، يعني مثلا نحكي إذا كنا على البحر بما أنه هلأ بلش موسم البحر، كتير مهم أنه إذا مننام مثلا على بطننا بنكون عم ناخد كمية فيتامين دي كتير أكتر حتى نحن نخزنها من أنه نحن إذا بس عرضنا إيدينا بنهار تنحسب. هيدا الشغلة. تاني الشغلة نحن بدنا نعرف أنه كمية الفيتامين دي اللي بناخدها
بدنا تقريبا نص الوقت اللي نحن بدنا نبلش نحترق فيه بنكون عم ناخد الفيتامين دي. شو يعني؟ يعني في كتير أشخاص وقت يعملوا برونزاج بينطروا لحتى ما كتير يحسوا أنه جسمهم عن جد صار غامق لونه. مش نحن هون لهالبارتي بقى نوصل تناخد الفيتامين دي، نحن بنص هذا الوقت يعني بربع ساعة كافية أنه نحن ناخد كل الفيتامين دي اللي بدنا إياه. هلأ غير هيدا الشغلة شو بدنا مثلا نحن كيف نقدر نستفيد من أشعة الشمس؟ تنحسب للأشخاص اللي بيعملوا رياضة، في كتير أشخاص بيروحوا بيمشوا بعد الظهر، أفضل إذا فيكم تمشوا قبل الظهر كمان حتى تكونوا عم تتعرضوا لأشعة الشمس اللي هي أكيد أصح وأفضل. للأشخاص اللي بيحطوا إكران دايما، حتى الإكران اللي بينحط على الوجه، مش يعني إذا نحن رحنا على البحر إذا بدنا نحط نحن إكران هون الإكران بيتفاعل بشكل أنه ما يخلي الأشعة تفوت على الجسم، فهون نحن ما بنعمل امتصاص 100% للأشعة تبع الشمس حتى نرجع نحن نحولها لفيتامين دي. فمشان هيك وقت بدنا نحط إكران بدنا نحسب حساب أنه نبقى فترة شوي أطول تناخد الكمية اللي نحن عايزينها. غير هيدول بيا مثلا إذا نحن هيدا ما نحن عم نحكي في حال كان عنا نحن استعدت نعمل نقص بالفيتامين دي حتى مش بس معقولة يكون عنا هدول حتى نحافظ عليه حتى ما نخسر الفيتامين دي بجسمنا، بس في حال خسرنا كل يوم بدنا ما فينا نعود بالغذاء حسب قديش. لا هون مش هناك عم نحكي نحن عن الشمس، لانه هي الشمس اللي بتعطينا الكميه اللي بتخلينا نقدر نعود. الغذاء لحاله منه ابدا كافي، مش هناك التبس اكثر عم بيكونوا اكثر للبيئه كيف نحن نقدر نستفيد منها ومن الشمس. اذا نحن بحال فتنا بمرحله خلص راح كليا الفيتامين دي صار كثير كثير واطي، هون بدنا نلجا اكيد للسبلمنتس حسب بأي دوغري قديش واطي بنقدر ناخذ، ممكن حبه بالاسبوع ممكن ناخذ كل يوم حبه، اكيد بوفق على استشاره طبيه دائما اكيد. فهون بكون خلص وطي. اذا نحن كان على حافه انه يوتا يعني بوردر لاين الشمس اكيد هون بترجع بتعلي. اذا نحن كل يوم بنصير عم نعمل سان ثيرابي يعني نحن كل يوم نتعرض لاشعه الشمس، ممكن كمان الحكيم ينصح انه يعملوا الاشخاص سولاريوم يعني السن بادز كمان اذا فيهم هن، لانه اليو في بي بنقدر نحن وقت نتعرض لهم بناخذ من اشعه الاشعه تبعهم حتى نحن نحول هيدي الاشعه بالكوليسترول بجسمنا لفيتامين دي، لانه هو الكوليسترول تحت البشره بصير فيتامين دي. مشان هيك هون في اشخاص بيعملوا تريتمان سولاريوم اوقات لانه بالشتويه بيكونوا كثير بحاجه لاشعه شمس، ممكن يكون عندهم فيتيليجو يعني مناطق بالبشره تبعهم بتصح على هدول. هون دائما اكيد بيكون مع استشاره الحكيم مش من غاصهم بيطبقوها، ودائما الوقت مش ادويه سولاريوم كل الوقت اكيد لانه كمان ما منيح عندها مخاطر صحيه. مشان هيك عم بقول الوقت تبعها بيبقى كثير قليل يعني مثلا 2 لـ4 دقائق او 6 دقائق ماكسيموم مش اكثر، اللي هي نص كميه العاده بيعملوها الاشخاص حتى يعملوا تانينج او برونزاج. هيدا الشغله كثير مهمه. كنت ذكرتي مايا من شوي انه الاشخاص بتفرق بشرتهم اذا كانت سمراء او بيضاء يتعرضوا لاشعه الشمس مزبوط. وكيف بيكسبوا الفيتامين دي من خلال اشعه الشمس صح. كيف بتفرق؟ كل ما كنا ابيض لوننا اكثر يعني فاتح اللون كل ما بدنا وقت اقل حتى نحن ناخذ فيتامين دي. حلو. كل ما كان كل ما كنت بيضة أكتر ولونك فاتح كل ما بدك يعني البشرة بتمتص فيتامين دي أسرع فيتامين دي. كل ما كان اللون أغمق بصير بدنا وقت أكتر، يعني بنحكي إذا أقل شي ربع ساعة وأكتر شي بدنا ساعتين وقت. ليش؟ لأنه هو اللون البشرة من وين بيجي؟ بيجي من الميلانين. الميلانين هيدا اللي بيعطي اللون تبع البشره، هيدا بذات الوقت مش بس بيعطي اللون تبع البشره كمان هو بيعمل مثل بروتكشن لليو في بي، يعني ما بخلينا نحن نمتص هدول الاشعه. فهول الاشعه اذا نحن ما امتصيناهم يعني ما راح ناخذ فيتامين دي مزبوط، مشان هيك بصير بدنا وقت افضل اكثر واطول بالشمس. مشان هيك هون الأشخاص الأغمق البشرة تبعهم بيبقوا أكتر يمكن معرضين لنقص فيتامين دي بحال هن ما كتير بيتعرضوا للشمس أو بحال هن دايما كل يوم بيحطوا إكران على وجههم. هذا اللي بدي أسأله، يعني حتى لو حطينا إكران إحنا قادرين نستفيد من أشعة الشمس؟ بقل البرسنتاج اللي نحن بنعمله أبسوربشن. مشان هيك هلأ في إذا بدك مدرستين كدرماتولوج يعني للحكمة
البشره، في منهم بيقولوا لك لازم كل يوم تحط اكران، منهم بيقولوا لك لا ما لازم تحط اكران. وحسب مشان هيك هون شويه بعد ما كثير بيتفقوا لحتى انه الاكران بيحمي، بذات الوقت الاكران ما بيخليك تعملي ابسوربشن للفيتامين دي. مشان هيك اذا بدنا نحط اكران بده ينحط يكون الاس بي اف تبعه يعني السان بروتكشن فاكتور مظبوط واطي بده يكون، كرمال يكون عم نفيد حالنا، كرمال يعني سرطانات البشره، وبذات الوقت عم نعمل الابسوربشن تبع الفيتامين دي اللي نحن كثير بحاجه له، هو كثير اساسي. طيب مايا اذا انا حطيت الاس بي اف نفترض 20 او 15 انا انا بكون عم بحمي حالي وعم بستفيد من اشعه الشمس؟ مظبوط في افاده منها. لا لو هون بتفوت ساعتها قد ايه فتره انت عم تتعرض للشمس. مشان هيك دائما بالاكران بيقولوا لك لازم تجددي كل ساعتين لانه كمان الفعاليه تبعه بتروح، فبهذا الوقت بتكون انت عم تاخذي امتصاص من الشمس. كمان بدي اقول للاشخاص اللي بياخذوا من راسهم سبلمنتس فيتامين دي، هذا الشغله كثير منا منيحه وخطرة أوقات، لأنه الفيتامين دي هو بيقعد بالجلد بالدهن لأنه هو فات سوليبل، يعني مش بالهين بروح، فمعقولة التوكسيسيتي تبعه، يعني ممكن إذا كتير كتير زاد عنا بيكونوا عم بياخدوا سابلمنتس وأكلهم كتير منيح وذات الوقت عم بيتعرضوا للشمس، ممكن يزيد كتير عندهم هيدا التو أو نسبة الفيتامين دي بالجسم، ممكن تعمل لهم مشاكل بالصحة، خاصة كمان إذا هن أصلاً عندهم مشاكل مثل مثلاً مشاكل بالقلب، مثل مشاكل بحس بالكلاوي، مشاكل بالكبد، إذا حدا عنده مشاكل بالكلاوي يعني بيعمل الدياليز بيغسل الكلاوي ما فيه ياخد بوتاسيوم، إذا حدا عنده نسبة كالسيوم عالية، هدول الأشخاص كلهم لازم دايماً يلجأوا لحكيم قبل ما ياخدوا الفيتامين دي كرمال ما يزيدوا المشكله تبعهم بتتفاقم اكثر. الكالسيوم والفيتامين دي قد ايه بنفس الوقت نقرب من بعض وقد ايه بيكملوا بعض؟ بيكملوا بعض بس مشان هيك نحن هلا انا ذكرت كمان عن شيء عن قشر البيض من برا كنا عم نحضر شيء نحن وياكي صح بنطحنه مزبوط وناخذ اكيد كميه كثير صغيره منه يعني صح بنحط ملعقه صغيره منه. الكالسيوم والفيتامين دي بيكملوا بعض بس بحالات معينه هن لانه بيكونوا اذا بدك مثل عم بيعملوا سبق حتى ينعملوا امتصاص بالجسم فكمان ما كثير محبذ انه يتاخذوا سوا اوقات. مشان هيك للاشخاص اللي عندهم نسبه كالسيوم كثير عاليه او قليله مشان هيك بدهم ينتبهوا مثل ما قلنا من السبلمنتس انه قد ايه يكونوا عم ياخذوا، واذا عم ياخذوهم سوا بيكون مثلا في فتره وقت تقطع بين سبلمنت والثاني حتى كل واحد يعمل امتصاص مزبوط بالجسم لحاله. هيدا الشغله كثير مهمه حتى ما نكون عم نخفف من مزبوط نوع معين بالنسبه ل بصيروا يتسابقوا على زيت السيت اذا بدك بالجسم حتى ينعملوا امتصاص فبقل النسبه وحده اكثر من الثاني بتصفي. مشان هيك كمان ذكرت قشرة البيض وقت نحكي عن الاكل بيا ما بيكون في هيدا اذا بدك التسابق بالجسم للامتصاص المعادن والفيتامينز قد ما نحن نكون عم ناخذهم سبلمنتس. دائما وقت ناخذ الاكل مثل ما هو على طبيعته اصح للجسم. مشان هيك دائما بنقول انه قد ما فينا نحن ان نشكل الاكل تبعنا بنقول ايد ذا رينبو يعني ناكل كل الوان تبع الاكل خاصه جميع لأنه الالوان تكون موجوده بالطبق هلا جايين على كمان فصل الصيف يلي هو كثير مليء بالفواكه وبالخضره متعدده يعني هلا بنشوف الفراز بلش الاكيدني هذا كمان كثير فيه نسبه فيتامين اي يلي هو البتا كاروتين يلي بننصح فيه مثلا للواحد يعمل بمزاج بشكل صحي تاخذ لون بس بذات الوقت تعمل حمايه من الاشعه ما فوق البنفسجيه. لا كل شيء لونه اورانج يعني اكيدني مشمش دغاء هلا بعد شوي جزر اكيد مانجا فمشان هيك كثير دائما افضل نروح لطبق يكون صحي ملون بشبعونا. وعصيرة الفواكه هلا طلع دراسه جديده على السكر الموجود بالفواكه قبل لانه بتعرفي دائما الحكمه وهيك يعني منخاف انه وقت يكون حدا معه السكر بنقول له ماكسيموم بدك تاخذ اوتر جليسيريد بنقول له ماكسيموم بدك تاخذ حبتين فواكه بالنهار. هلا الدراسات عم بتبين السكر الموجود بالفواكه منه كثير مضر اذا عم ناخذه كحبه فواكه مش بالعصير ولا كسكر الفركتوز الباودر بالعكس بيساعد على انه يعمل بالانس اذا بدك او يعني يعمل توازن لمستوى السكر بالدم عنا يعني هذا الشيء كثير منيح لانه الاشخاص اللي معهم سكري هون صار فيهم شوي يريحوا بالهم اذا عرفوا كيف يقسموا الوقعات تبعهم امتين ياخذوا الفواكه بشكل انه تفيدهم ما تضرهم. ما هي هون في نقطه كثير مهمه لازم ننتبه لها وكل السيدات والرجال ينتبهوا لها كمان اللي عندهم نقص بالفيتامين دي بجسمهم صح. انه بقوموا الصبح على الريق وبياخذوا فنجان قهوه. قد ايه القهوه والكافيين مضرين
للفيتامين دي بجسمنا، وبنفس الوقت اذا اخذنا الفيتامين دي ودغري شربنا قهوه وراه كمان قد بنكون احنا عم نخفف من نسبه الامتصاص بقلب الجسم. شوفي هلا وقت نحن نحكي عن القهوه والكافيين لانه هن مدغ للبول، يعني بيخلوك تفوت على تواليت دايوريتك، بخسروا المي. وقت نحكي عن خساره المي مش ديركت بتصير، يعني انا هلا اكلت اذا رحت نخسرت شويه مي ما راح يروحوا كل الفيتامينز، بروح نسبه كثير ضئيله منهم. الفيتامين دي ما كتير بيتأثر بهالشغلة بما أنه هو مثل ما قلنا فات سوليبل، يعني ما بروح بالماء بروح بالدهون فبيضله بالجسم ما بيتأثر على هالشغلة. هلأ أكيد بس حتى الواحد يضله سيف حيلا الشي بياخده كان سابلمنتس أو أكل أفضل يكونوا مثلا بعد نص ساعة عن القهوة أو عن الشاي أو القصص اللي فيها كافيين عالي، كرمال كنا احنا عم نعمل امتصاص مش بس كرمال لانه بروحوا بالماء بس كمان كرمال المعده تكون مرتاحه ما يكون عم تعمل مثل نوع من رفلو ينزل اسيد زياده من وراء الكافيين، ساعات الاسيد كمان ممكن يقتل هدول الفيتامينات. خلينا نرجع هيك نقول على السريع اي افضل وقت الواحد يتعرض فيه لاشعه الشمس في وقت معين بقدر استفيد انا من الفيتامين دي اكثر من غيره؟ مزبوط، كل ما كانت الشمس عاليه يعني بعيده بالسماء وكل ما كان قبل الظهر كل ما كان افضل، يعني عم نحكي من الصبح يعني من الشروق الشمس لل 12 الظهر هذا افضل وقت نحن نتعرض فيه، بعدين بين 12 و3 بتصفي شوي واطيه الشمس والغيونات تبعها ديركت على الجسم، هون بننصح اكيد ينحط اذا كنا على البحر اكرام وننتبه يعني ينحط عوينات ينحط شابو هالقصص، واهم شيء كمان ما حكينا عن الاولاد، الاولاد تحت العمر السنه وحتى بضلوا لسنتين بياخذوا سبلمنتس فيتامين دي، الحكيم بيعطيهم مثل امين اللي بنهار فيقوي جسمهم اكثر كرمال الجسم كرمال اول شيء العظام كرمال لانه هن ما فيهم يتعرضوا قبل هن وصغار كثير لكميات شمس عاليه، وثالث شغله كرمال ما يصير في عندهم ركتس او الاجرين اللي هن بيكونوا اركي مثل لعيبه الفوتبول اوقات مثل نسميهم، فهيدي الشغله كثير ضروري ما ننسى نعطي فيتامين دي ما نقفه، يعني هي نوع من الوقايه بريكوشن اكيد كثير ضروريه لانه هن ما بياخذوا فيتامين دي بس في فيتامين دي بالفورمولا شوي ما في بحليب الام فيتامين دي، يعني اذا حدا عم يعمل بريست ميلك بريست فيدينج ما فيه كميه كبيره بالفورمولا، يعني بعد 6 اشهر اذا بشي بيكون عم ياخذ، مشان هيك بنعطي السبلمنتس. وبعد السنه اكيد اكيد بنكون عم ناخذ اولاد على البحر، اهم شيء نجيب لهم اكران كثير عالي الاس بي اف، يعني عم نحكي توتال وكل ساعتين يتجدد، ما تعتبرون هن مثل البشره تبعنا، نحن البشره تبعنا اسمك هن كثير رقيقه بتحترق اسرع بكثير منا، فكثير مهم ننتبه عليهم، دائما نشربهم كثير مي حتى ما يعملوا ديزيدراتاسيون لانه هن جسمهم اصغر ما فيه كميه كثير مي عاليه، فعلى الشمس كمان ممكن ينقص بسرعه، نحط لهم دائما شابون نخليها رطبه كرمال ما يعملوا ضربه شمس، ونجرب بالاوقات اللي هي منا كثير منيحه نحطهم تحت الشمسيه او بالبيسين كمان يكون محل فيه ألعاب يعني فيه خيال. نعم. وشو ما بدي أقول عسيرة الخيال أنا بدي أقول شغلي هل في عمر معين حتى نحن نكون معرضين فيه للنقص بالفيتامين دي، يعني هل تقدم العمر هو بيكون سبب لهذه المشكلة؟ تقدم العمر بيساعد شوي ليه؟ لأنه كل ما الواحد يتقدم بالعمر كل ما تقل عنده نسبة امتصاص الفيتامين دي فبصير بده فترة أطول بالشمس، هيدا الشغلة بس. بس هل ممكن تكون مثلا عامل وراثي تخلق مع الطفل؟ مش لا قليل هيدا تكون قليل. واحد بس حتى نعطي اكزامبل انه كيف بيعرف انه عم ياخذ فيتامين دي من الشمس، اذا الخيال تبعه اقصر منه يعني نحن معرضين لشمس كثير منيح، اذا الخيال تبعنا اطول منا يعني نحن ابدا ما في شمس عم تجي علينا، هي اكثر شيء بالشتاء بتكون فنحن ما بنكون عم ناخذ فيتامين دي. على كل حال ما يمكن كثير من الاشخاص هلا استفادوا من كيفيه امتصاص الفيتامين دي بجسمي، يلا اطلعوا على بقى على البلكونات. انا من الاشخاص يلي دائما هيك بقول حتى بشغلي انا ما عندي شباك حتى تفوت منه الشمس، لانه بليز حطوا لي شباك صغير يعني. صح كثير مهم يعني بالبريك تبعنا ما نضل قاعدين على المكتب، نظهر لبرا اذا فينا نتمشى شوي، واذا كنا لابسين اشياء سميكه نخففها حتى تقدر الاشعه تفوت، اذا سمكين اكيد ما راح تخترق الثياب. نعم يعني بالشتاء ما راح يقدروا يشلحوا يعني ثيابهم حتى يتعرضوا لاشعه الشمس ويسقعوا، بس اكيد بس اذا اندور بيكونوا فاتحين شباك صغير هو كافي، لانه الانتاج الفيتامين دي بجسم نسبه كثير عاليه بننتجها بوقت كثير قصير. خلينا نتلقى اتصال مباشر على الهواء. الو صباح الخير. الو الو بونجور بونجور فينا نحكي الدكتوره؟ تفضلي مايا قولي لي مايا تفضلي شو بتحبي تساليها لمايا عم نسمعك. انا بال56 وفيتامين دي ما عملت انه فحوصات ما في عندي،
ومحجبة أنا، كيف فيني إنه أخده للفيتامين دي وعم باخد إنه حبوب؟ وأي ساعة يعني فيني أخد الحبة؟ أنا عم باخدها قبل ما نام، أنا بستة وخمسين ومحجبة، ما في عندي أبدا فيتامين دي، كيف يعني بدي أحصل عليه بالشمس بكوني محجبة؟ والحبة أمتى فيني أخدها؟ عم باخدها قبل ما نام. أوكي. حبيبتي يعطيك العافية. مرسي. رح أقلك أول شيء الحجاب أبدا ما بيأثر، يعني لأنه مثل ما هلأ قلنا أنه التياب إذا كانوا رقاق ما بيأثروا على نحن الامتصاص تبع الفيتامين دي، وخلص أصلا وجهك هو وإيديك معرضين للشمس، فهدول كافيين. إذا بتقدري أنت بنهارات توقفي ولو ربع ساعة تعرضيهم للشمس، بتكوني عم تاخدي امتصاص صغير مثل ما قلنا قبل الظهر أفضل. يعني إذا عم تشرب قهوتك قبل الظهر عادة، إذا فيك على البلكون أو وقفي هيك تمشي، هيدا الشغلة. تاني الشغلة بخصوص الحبة الفيتامين دي، بما أنه ما عندك وعطاك الحكيم حبة، يعني هلأ بعد شوي بترجع بتعودة كل اللي خسرتيه، بس بده شوية وقت، يعني عم نحكي بين 3 شهور ل 6 شهور الكيور تبعه. فمن بعد هالفترة أكيد الحكيم لازم يرجع يعمل لك فحص دم حتى يشوف قديش رجع زاد الفيتامين دي. وهلأ بلشت الصيفية فبتستفيد أكتر. كمان أخذ مثل ما قلنا التفاح بقشرة، وراء الخس الغامقة، كل شيء شامبينيون إذا بتقدر تاخديهم خديهم. والحبة فيك تاخديها الصبح، مش ضروري وقتها بالليل تنامي، يعني فيك تاخديها الصبح ما بأثر. اسألي إذا بدك حكيمك، بس بحال عم تاخدي غير أدوية حتى بس ما يتفاعلوا مع بعضهم هذا الشغلة. على كل حال سلامة قلبك. أكيد. وهيك كمان بهذه الطريقة نحن بنكون أعطينا مختصر مفيد عن كيفية الحفاظ، صار كنا فدناهم أكيد على الفيتامين دي بجسمنا في حال كنا بعد ما خسرناه، وفي حال كنا خسرناه هيك بركي منعود ولو هيك بطريقة صغيرة. أكيد. لأنه ما رح نقدر نعود بالغذاء بلا السابلمنتس إذا كان عندنا نقص كتير كبير بالفيتامين دي. صح مزبوط. مرسي لك مايا. مرسي لك بيا. شكرا. أنا الخميس نقل غد برجع بشوفكم. Thank you. Bye. شكرا لكم مشاهدينا لمتابعتكم لنا بصباح لبنان لليوم، على امل نرجع نلتقي فيكم بكره اذا الله راد. بدي اذكركم ضلوا دائما عم بتتابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي على صباح لبنان تويتر وانستغرام، وصفحتنا الخاصه taliban.com.lb بتفوتوا على الويب سايت وصفحه البرامج بصباح لبنان. على امل تضلوا بخير، الى اللقاء.